سأكون متفاجئ إذا لم يتم تجديد تعاقدي، وقتها سأقول للمدرب الذي سيأتي بعدي: صديقي، لا أعلم ماذا يجب أن تفوز لتجدد تعاقدك. كلمات موسيماني في حواره المسجل اليوم كانت صادقة ومنطقية. صحيح قال انه مؤمن وواثق من تجديد تعاقده مع الاهلي، بس برضه حط علامات تعجب لو ده ما حصلش. هو الاكيد، وقلناه لكم في رقم 10 من كام يوم، ان الاهلي خلاص وصل لاتفاق مرضي مع موسيماني، والمدرب هيجدد عقده لحد 2024. بس السؤال هو ازاي اصلا يطرح فكرة عدم التجديد لموسيماني؟ ازاي هو اصلا يشك مع كل النجاحات دي؟ مفيش شك ان الاهلي ما فكرش لحظه في رحيل موسيماني، الا لو كان هو اللي فكر في لحظه انه يمشي. عموما علاقه الاهلي مع موسيماني ممتده والنجاحات غالبا مستمره. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. امبارح كان معانا حوار مهم جدا مع الاسباني رامون كالديرون الرئيس السابق لنادي ريال مدريد. حوار كان مهم، حوار كان ممتد لاكثر من نصف ساعه، حوار خدنا منه اجابات عديده على كثير من الموضوعات المهمه سواء عالميا او ما يخصنا احنا تحديدا، محمد صلاح وكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني. ردود افعال واسعه واهتمام اعلامي كبير على هذا الحوار، صحف العالم تحدثت عن هذا الحوار على التلفزيون المصري في برنامج رقم 10، تصريحات رئيس نادي ريال مدريد، كل الوسائل، وسائل اعلام مصريه وعالميه اشادت بالحوار واشارت خلال هذا الحوار لتصريحاته اتجاه محمد صلاح اللي تمنى فيها انه ينضم محمد صلاح الى ريال مدريد في المستقبل القريب، واشادته بكارلوس كيروش المدير الفني الحالي لمنتخبنا الوطني اللي هو كان مدير فني سابق او اسبق لنادي ريال مدريد. سعيد جدا بردود الافعال، سعيد جدا بحاله الزخم الاعلامي عالميا ومحليا بهذا اللقاء اللي كان حقيقي في الكثير من الموضوعات المهمه. النهارده كمان معانا واحد من اساطير الكره العالميه، اساطير من الاساطير القليله اللي كانت رائعه 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 على مر التاريخ، اسم ارجنتيني كبير، هداف كاس العالم 1978، هداف من الطراز الرفيع، اسم كبير جدا، اسم مهم جدا، واحد من اللاعبين اللي حصلوا كثيرا على افضل لاعب في امريكا الجنوبيه، واحد من اللاعبين اللي حصدوا العديد من الجوائز على مر التاريخ. يكفي ان هو زامل دييجو ارماندو مارادونا وهو ايضا لاعب عظيم وكبير، بنتكلم على ماريو كامبس نجم منتخب الارجنتين الاسبق وهداف كاس العالم 78 زي ما قلت لحضراتكم. معايا الان عبر زوم، صباح الخير يا فندم، مشرفنا ومنورنا. اهلا بكم، اهلا بكم، مساء الخير، كيف حالكم؟ شرف كبير لينا على التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10 ان يكون معانا واحد من اعظم مهاجمي كره القدم على مر التاريخ. وبالنسبه لي شرف لي ايضا، وهي المره الاولى او اعتقد المره الثانيه التي اتحدث فيها التلفزيون المصري وانا سعيد بهذا. هذا شرف كبير لينا. طيب سؤالي الاول ليك هو المنتخب الارجنتيني، المنتخب الارجنتيني نعشقه هنا في مصر كما يعشقه العالم كله، الجميع يعشق المنتخب الارجنتيني ونجوم تاريخيين في المنتخب الارجنتيني، بس بدايه كده احب اذكر الناس بالنجوم العظيمه اللي شاركتك في الملعب مع المنتخب الارجنتيني وذكرياتك مع المنتخب الارجنتيني قبل ما نخش على موضوعات حاليه في كل العالم فيما يخص الكره العالميه. لا يوجد لا مشكله في الحقيقه، ان ارتداء الفانيله المنتخب الارجنتيني هذا افضل ما قد يحدث لي في التاريخ. كاس العالم 1978 كان بطوله
كبيرة للمنتخب الأرجنتيني، وأكيد بطولة تحمل معها العديد من الذكريات، أبرزها طبعا حصولك على هداف هذه البطولة. ماذا تتذكر من هذه البطولة العظيمة للمنتخب الأرجنتيني؟ فعلا كان لدي حظ كبير بأن أكون الهداف، وتم اختياري من أحسن لاعبي العالم من خلال هذه البطولة، وأنا كنت سعيد جدا بهذا اللقب وهذا الإنجاز الذي حققته. في الوقت الحالي المنتخب الأرجنتيني لا يمر بأعظم الأحوال رغم فوزه ببطولة كوبا أمريكا مؤخرا، ولكن هو المنتخب الذي يعشقه الجماهير أو تعشقه الجماهير على مر التاريخ، ليس هو المنتخب الذي كان به لاعبين عظماء. الآن نتحدث عن لاعب كبير هو ليونيل ميسي وبعض اللاعبين بجواره في المنتخب الأرجنتيني، وليس الكثير من النجوم. حقيقة أن المنتخب الأرجنتيني اليوم أنه في حالة تغيير عام يمر به، يخشى الناس تقدم العمر بليونيل ميسي. فضل. أعتقد بأن هذا المنتخب من الممكن أن يسبب الفرحة كبيرة للأرجنتينيين. في جيلك العظيم كان هناك لاعب عظيم وأسطوري وتاريخي هو دييغو أرماندو مارادونا، ما تذكر في أو ما هي ذكرياتك مع هذا الأسطورة الكبير في تاريخ كرة القدم بالتأكيد؟ كنا زملاء في المونديال في نفس المنتخب، ومن بعدها لم ألعب معه بعد ذلك، ولكن أنا أعتقد أنه كان أفضل لاعب في تلك الحقبة، وقد مرت هذه الحقبة. في تلك الحقبة فقط ولا على مر التاريخ؟ عندما كان دييغو في أعتقد فعلا أن دييغو أيامها كان من أفضل لاعبي العالم. أي النجوم حاليا تتوقع أن هم يبقوا مستقبل للمنتخب الأرجنتيني بعد ليونيل ميسي اللي يتقدم به العمر يوما بعد يوم؟ في الحقيقة أنا أعتقد أنا آمل أن لا نعتمد على لاعب فقط، ولكن نريد أن نعتمد على كثير من اللعيبة، وهذا يعطي قيمة للفريق الأرجنتيني. لا نعتمد على لاعب فقط، ولكن نريد أن نعتمد على الفريق ككل. المنتخب الأرجنتيني الآن تتوقع أنه جاهز لكأس العالم 2022، قادر على الفوز بهذه البطولة، ولا لا يملك حاليا النجوم أو اللاعبين أو الجهاز الفني اللي ممكن يأهله أنه يفوز بهذه البطولة؟ لا أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني لديه منتخب عظيم وله لاعبين جيدين جدا. أعتقد حتى لو ميسي تخلف عنها أو لم يكن في المنتخب، ولكن لدينا الآن فريق معد جيدا باللعيبة، وبالتالي أفضل إذا كان هناك ميسي سيكون بالأفضل حالته. هل ترى أن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة أضر باللاعب؟ أضر طبعا ببرشلونة، ده شيء مؤكد، ولكن هل أضر أيضا بليونيل ميسي؟ أنا أعتقد نعم أنهم الاثنين تم الإضرار بهم، لأن برشلونة ديسبوس بعد مغادرة ميسي لم يكن هذه البرشلونة، لازم نعلم أنه برشلونة دايما يفوز، وميسي في باريس سان جيرمان هو ينقصه الكثير، ينقصه أن يجد نفسه، ينقصه أن يجد الحماس والشرارة التي تجعله يلعب بأفضل حالاته. لدى باريس سان جيرمان العديد من النجوم الكبار بجوار ليونيل ميسي، لماذا لا يقدم ليونيل ميسي مستوى عظيم مثل ما قدمه مع برشلونة في فترات سابقة؟ لا حقيقة لا أعلم لماذا، ولكن هو أيضا بدأ الموسم متأخر جدا بسبب الجائحة،
وبسبب الماتش المباراه التي لعبها مع المنتخب لم يعطي له الفرصه ان يعود للياقته او ان يقوم بالعوده لادائه السابق. حتى الان المنتخب الارجنتيني بدا يعتمد على عدد كبير من اللاعبين الشباب في قوامه الاساسي عكس السنوات الماضيه، هل ده في رايك مفيد في الفتره القادمه؟ انا اعتقد نعم، اعتقد لانهم شباب لعيبه يشاركون في اعظم منتخب في العالم، وبالتالي يعلموا دورهم جيدا، سوف يكون بدور مهم جدا في كاس العالم، واعتقد ان كاس العالم لن يكون سهلا ولكن سوف نرى ماذا سيحدث بهم. هناك منافسة خاصة بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني دائما على مر التاريخ، الناس تتحدث حاليا عن قوة كبيرة للمنتخب البرازيلي أكثر من المنتخب الأرجنتيني، رأي حضرتك إيه؟ بأن المنتخب البرازيل أو الأرجنتين كانوا دائما مباراة قاسية بين الاثنين فيها تنافس عالي جدا، ولكن أعتقد أن المنتخبين كبيرين على مستوى العالم. طيب عايز أسألك عن رأيك في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لو كنت شاهدت بعض المباريات فيها. نعم لقد رأيت بعض المباريات وأعجبتني كثيرا، وكان هناك نهائي عظيم جدا، وأعتقد أننا سنفر مثل هذه المباراة في تأهيل كأس العالم. بالضبط، مصر والسنغال هتكون مباراة أخرى في تصفيات كأس العالم، رأيك إيه في هذه المباراة ورأيك إيه في أداء منتخب مصر على مدار البطولة؟ ولكن اعتقد انهم سوف يقدمون عرض مشابه، وطبعا بشخصيه صلاح الرائده التي مارسها، واعتقد اننا واعتقد اللعيبه التي يحاطون بهم سوف يكون عندكم منتخب جيد جدا، ولكن يجب عليهم ان يفوزوا، لابد ان يفوز احد الفريقين، طبعا لانها منافسه قويه جدا، واعتقد اذا كانت مصر تريد ان تدخل كاس العالم لابد ان تفوز في المباراه القادمه، فهي مباراه مهمه جدا للمنافسه للحصول على مقعد في كاس العالم. مواجهه كبيره بين محمد صلاح وساديو ماني، تتوقع مين يفوز بيها؟ لقد راينا كره القدم فانه عمليه معقده جدا، فان كان في نهائي كاس افريقيا وصلنا الى ضربات الجزاء، وبالتالي كنا نعرف من الذي سيفوز، ولكن كانوا يؤدون اداء جيد، وبالتالي قد نرى مثل هذه المباراه في تصفيه لكاس العالم، لانها مباراه تستحق المشاهده، ولكن سوف يكون هناك الكثير من المعاناه في تلك المباراه. طيب بشكل عام عايز اعرف رايك في اداء محمد صلاح في الشهور والسنوات الاخيره. في الحقيقه انا لن نتحدث على الشهور الاخيره ولكن على السنين الاخيره، ولكن هو كان ذو حظ سيء عندما اتحدث عن المباراه في 2018 عندما واجه ريال مدريد وعندما تم اصابته واستقصائه من المباراه، ولكن قد عاد بقوه وعاد بانه ممرن جيد وهداف جيد، عاد في استكمال لياقته ومهاراته العاليه، وبالتالي سوف نرى مهاراته، ولكن انه يؤدي اداء جيد في ليفربول. لو سالتك الان اوجه شبه بين محمد صلاح وليونيل ميسي تقول لي ايه؟ طبعا مختلفين تماما مختلفين تماما، اعتقد بان نوع تصنيف اللاعبين قد تريد ان تشاهدهم الاثنين يلعبون، قد يكون بعض احد هذه اللاعبين قد يصب بالانانيه عند التسجيل، ولكن انهم لاعبين جيدين. لو لعب ليونيل ميسي مع محمد صلاح في فريق واحد تتوقع بينهم انسجام؟
في الحقيقة إذا تواجدوا الاثنين في فريق إنهم في لياقتهم البدنية بنسبة 100% وفي مهاراتهم أعتقد سوف يكون خط هجوم مرعب، ولكن لا أعتقد أننا سنراهم في فريق واحد. هل تتوقع بقاء محمد صلاح مع ليفربول مع المناقشات في تجديد التعاقد في الفترة الحالية؟ بالتأكيد، بكل تأكيد، بالتأكيد أنا ليس لدي أي شك، وبالتالي أعتقد أن محمد صلاح يريد أن يستمر في ليفربول لأنه مضى هناك في ليفربول وتواجد في ليفربول من 3 لـ4 سنوات. حابب أسمع رأيك أيضا في البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، المدير الفني السابق لريال مدريد، مساعد السير أليكس فيركسون السابق مع مانشستر يونايتد. إنه مدرب عظيم، ليس فقط مدريد وليس فقط المنتخب المصري، ولكن درب الكثير من الفرق والمنتخبات، وهو مدرب ذو إمكانيات عالية جدا، ويفهم جيدا ما يريده ويفهم كيف يلعب، وأعتقد بأن هذا سيكون أحد أسباب صعود مصر كأس العالم. طيب عايز أسألك كمان، مين في رأيك أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي؟ لا أرى أن هناك لاعب قد حسم هذا التصنيف لصالحه، ولكن هناك كريستيانو رونالدو أو ميسي، برغم وجود فرق كبير بينهم، ولكن إذا تحدثنا عن الهدافين فإنه يوجد صلاح وليفاندوسكي وهالاند وبنزيما، ولكن هما اللاعبين مختلفين. حتى أن أقول هناك لاعب مميز حتى يستحق اللقب منفردا، لا أراه واضحا الآن. طيب عايز أسألك كمان عن مهاجم بيلعب حاليا في الكرة العالمية، كان أو هو الآن يشبه أدائك في الملعب. أعتقد أن كان وضعي في مركزي في المنتخب كان خط الوسط، وهذا كان يعطي حرية لأي لاعب أن يلعب في المستطيل الأخضر، فأنني لم أرى أو لم أركز في هذا الشيء، وبالتالي لم يلفت نظري لاعب يشبهني، لأن كل لاعب يكون مختلف عن الآخر. ماريو كامبس نجم منتخب الأرجنتين السابق، هداف كأس العالم 1978، أنا حقيقة تشرفت جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة، واحد من الأساطير الكبيرة في تاريخ كرة القدم، واحد من اللاعبين المهمين جدا في تاريخ كرة القدم، واحد من أهم الأسماء اللي جت في تاريخ المنتخب الأرجنتيني. حاجة تشرفنا جدا تواجده معنا في البرنامج في حلقة اليوم. طيب نرجع تاني لبيتسو موسيماني وتصريحاته اليوم. بيتسو موسيماني قال تصريحات النهاردة على بودكاست كده زي راديو، اتكلم فيه عن علاقته بالنادي الأهلي والوضع حاليا مع النادي الأهلي، وده اللي كنت بدأت بيه الانترو النهاردة. تحدث كثيرا جدا عن قصة تجديد التعاقد، هم سألوه انت هتجدد عقدك ولا لا مع النادي الأهلي، قال انه طبيعي هجدد عقدي، وانا متاكد ومؤمن جدا وواثق ان انا هجدد عقدي مع النادي الاهلي، وقال بهزار كده شويه انه لو ما جددوش عقدي فانا هقول للمدرب اللي جاي كل البطولات اللي انت هتكسبها دي، يعني بهزار يعني كان بيضحك ان كل البطولات اللي انت هتكسبها الفتره الجايه دي ملهاش لازمه، هتفاجئ لو انا ما تجددش عقدي. هو الطبيعي ان موسيماني هيجدد عقده، والطبيعي انه الاهلي حسم هذه الامور، والطبيعي انه الامور وصلت لمرحله نهائيه بين المدير الفني الجنوب افريقي والنادي الاهلي. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، حسمت الامور وحسمت الحكايه، وانا اعتقد انه خلاص الامور قضي الامر فيها، عشان الكلام كتير الفتره اللي فاتت، والكلام كان في تلميح انه بيتسو ممكن يمشي، الاهلي مش عايزه، لا بيتسو هو اللي عايز يروح انديه. طيب اقول لكم التصريحات نصا كمان اهو معانا على الشاشه، اقولها لكم بالظبط كل تصريحاته النهارده المدير الفني للنادي الاهلي لي اون ذا ويستل بودكاست في جنوب افريقيا. قال انا واثق من تجديد تعاقدي مع الاهلي، ولكن اذا لم يحدث ذلك ساتفاجأ، وقتها ساقول للمدرب الجديد لا اعرف ماذا عليك تحقيقه من اجل الاستمرار. طبعا طبعا
يعني بطولات بالجمله لموسيماني مع النادي الاهلي. اذا حصلت على فرصه تدريب تشيلسي رسالتي الى اللاعبين لن تختلف عن توخيل المدير الفني لتشيلسي طبعا. رغم التعادل مع الهلال السوداني ولكن العبره بالنهايات وليس بالبدايات. العديد من الفرق مرشحه للفوز بدوري ابطال افريقيا مثل الزمالك والترجي وصن داونز. تعاقدنا مع لاعبين مميزين لديهم الشغف في كتابه تاريخ لهم مع النادي الاهلي. قال كمان ان احنا لا نملك محمد ابو تريكه او محمد بركات او وائل جمعه، والجيل الحالي كتب التاريخ بفوزه بدوري الابطال وبرونزيه مونديال الانديه مرتين، والجيل السابق للاهلي هزم من مونتيري ولكن فريقي فاز دون 9 لاعبين. كانتي كان يرغب في التحدث مع اليو ديانج وليس التقاط صوره معه فقط. اليو ديانج يمكنه اللعب في الدوري الانجليزي وارسن فينجر ابدى اعجابه به. ارسن فينجر طبعا المدير الفني الكبير السابق لنادي ارسنال. محمد عبد المنعم يمكنه اللعب في اوروبا فهو لاعب اوروبي. اتفق معاك والله، مدافع كبير. قاره اوروبا تستفيد من الافارقه وهناك لاعبون مثل ساديو ماني ومحمد صلاح. اي مدرب يتمنى التدريب في الدوري الانجليزي. تصريحات حلوه، تصريحات حلوه المره دي، تصريحات حلوه. حتى لما قال القصه بتاعت انه يعني هشفق على المدرب اللي جاي لو انا مشيت، كان بيقولها بهزار وبضحك، حتى باين ده في صوته ان هو كان بيضحك، ما كانش عنده ازمه وما كانش عنده مشكله. وزي ما قلت لكم الامور حسمت، باكد لكم ان الامور حسمت كاتفاق. طبعا لسه ما فيش توقيع رسمي وما فيش اعلان رسمي عن هذا الامر، ولكن كاتفاق موسيماني راضي على شروط الاهلي والاهلي راضي على شروط موسيماني، والامور خلصانه بنسبه كبيره جدا تتخطى 99%. ما بحبش اقول 100% الا مع الاعلان الرسمي من النادي الاهلي. طيب نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري الجوله 10، كان فيها تعادل سلبي بين المقاولة العرب وسموحه بدون اهداف، والكابتن احمد سامي في هذه المباراه طرد من المباراه. طلائع الجيش فاز 1-0 على فاركو، سجل هدف فيكتوري في الدقيقه 82، الهدف امام حضراتكم اهو. طلع الجيش بيرجع تاني، نتائجه السنة دي مش أفضل حال عكس السنوات الماضية، ولكن تتحسن النتائج نسبيا مع الكابتن طاهر العشري، وده كان فوز مهم جدا لطلاع الجيش عشان يدخله تاني في الصورة ويبعده شوية عن منطقة صعبة. مباراة شهدت طرد لمحمد علي الجويني لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 90، ولكن كانت الأمور حسمت لطلائع الجيش وكان فاز وحقق 3 نقاط. دي نتائج اليوم زي ما قلت لكم، المقاولة العرب وسموحة تعادل سلبي، وطلائع الجيش وفاركو فوز لطلائع الجيش بهدف دون رد. طيب نكمل مع حضراتكم. النهاردة مسؤولي النادي الأهلي قرروا إعداد ملف طبي عن حالة المغربي بدر بنون مدافع الفريق، وعرضه على أحد الأطباء الإنجليز للاطمئنان على اللاعب وتحديد موعد عودته مرة أخرى للملاعب. ملف بنون اللي بعته النادي الأهلي لإنجلترا يتضمن رسومات قلب وضغط وكافة التحاليل والأشعة تمهيدا لإرسالها إلى أحد الأطباء الكبار. انتوا عارفين ان بنون يعاني من التهابات في عضلة القلب بعد اصابته بمضاعفات فيروس كورونا. يا رب بسلامة الله ان شاء الله يرجع تاني بدر بنون في احسن صحة واحسن حال لتشكيلة النادي الاهلي في اقرب وقت باذن الله، ان شاء الله ربنا يشفيه. طيب موسيماني اعلن قائمة الفريق اللي هتلعب النهاردة قدام مصر المقاصة في الجولة 10 من الدوري الممتاز. القائمة شهدت عودة محمد الشناوي بعد غيابه الفترة الماضية بسبب اصابته مع منتخب مصر في العضلة الخلفية، وهيغيب ثلاثي مهم جدا عن تشكيلة النادي الأهلي هم محمد عبد المنعم وعلي معلول وأيمن أشرف بسبب الإصابة. القائمة هيبقى فيها مين؟ هيبقى فيها محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانجو وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف. دي هتكون قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة. في نفس التوقيت الأهلي بيعلن إعارة ثنائي فريق الشباب محمد مغربي ومحمد ياسر إلى التشيك، ده بعد ما أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أعلن عن إعارتهم بشكل رسمي لفريق في نادي تليتسي التشيكي لمدة موسمين ونصف، مع أحقية النادي الأهلي في استعادة الثنائي أو أحدهما في أي وقت خلال مدة الإعارة في موسم 2023-2024. الأهلي عمل كده عشان يمنح الفرصة لعدد أكبر من شبابه للاحتراف
في الدوري أو الدوريات الأوروبية عشان يقدر الفترة اللي جاية يستفيد منهم ويستفيد من هذا القطاع الرائع جدا في الفترة الأخيرة للنادي الأهلي. قطاع الناشئين في النادي الأهلي يفرغ العديد من النجوم، وخيرا فعل النادي الأهلي بأنه خرج عدد كبير من لاعبيه بشكل في أعارة ويقدر يستفيد منهم في المستقبل. معايا عبر الهاتف المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. أهلا وسهلا طبعا نور، حضرتك مشرفني ومنورني وبهنيك كمان على المدير الفني الجديد للفريق، كيف تم الاختيار؟ الحمد لله ربنا يوفقنا بخير، حمد كابتن محمد ابراهيم وكابتن فني معاهم الدكتور عطيه السيد وكابتن احمد سمير فرج وسيد توفيق مدرب حراس المرمى وكل الجهاز طبعا الطبي والجهاز الاداري كله الحمد لله تم تشكيل من كابتن حمد، ونتمنى يعني التوفيق من ربنا ان شاء الله. نادي بيراميدز اصدر بيان منذ قليل قال ان هو بناء على التعاون بينه وبين النادي الاسماعيلي واحتراما للنادي الاسماعيلي وافق على رحيل كابتن حمد ابراهيم الى النادي الاسماعيلي، كيف تمت المفاوضات مع النادي بيراميدز وايضا مع كابتن حمد؟ بالامانه يعني انا كلمت المهندس ممدوح عيد، طبعا راجل محترم وراجل اصلا من اسماعيلاوي وراجل من الاسماعيليه يعني، فاحنا بنشكره وبنقدم له شكر كبير وتحيه كبيره موافقته على ان احنا نتعاقد مع كابتن حمد لانه كان معاه في الجهاز الفني مع كابتن ايهاب جلال، والشكر الوفي برضه لكابتن ايهاب جلال ان وافق برضه ان هو يعني طبعا ده مدى حبه للنادي الاسماعيلي يعني، وكل دول خلي بالك كلهم كانوا بيلعبوا في النادي الاسماعيلي، والشكر برضه للكابتن اشرف خضر اللي هو اللي قبل مهمه صعبه خلال يومين يدرب وبعد كده سلم المسؤوليه لكابتن حمد ابراهيم، فيعني كل الناس كلها متفانيه وبالتالي بنقدم له الشكر لخدمه النادي الاسماعيلي، ده روح جميله ونسعى من ربنا ان ربنا يوفقنا بقى ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله يوفقنا ان شاء الله. طيب يا فندم، ليه تم اختيار الكابتن حمد ابراهيم لتولي هذه المهمه في ظروف صعبه للاسماعيلي في جدول ترتيب الدوري الممتاز؟ اشمعنى الكابتن حمد ابراهيم؟ والله هو ليه دور كبير قوي في الفتره اللي فاتت لما كان مع الكابتن ايهاب جلال وهو كان معاه، فبالتالي هو عارف اللعيبه وعارف فين مفاتيح ازاي يكسب بيهم هذه اللعيبه، بالاضافه طبعا للعيبه اللي احنا جبناهم اللي هي الترعيمات اللي تمت في الشتاء، فهيستغل كل ده ان شاء الله لتحسين، فاحنا عندنا ثقه كبيره جدا ان هو يا ربنا يوفقه ويقود النادي الاسماعيلي للفوز ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب المدرب السابق للاسماعيلي كان اختار عدد من اللاعبين وحضرتك ضمتهم في يناير، وقلنا الاسماعيلي بقى عنده تدعيمات رائعه، مش قلقان ان الكابتن حمد ابراهيم لما يجي ما يكونش مقتنع باللاعبين او بامكانياتهم؟ لا 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 ابدا ابدا بالمره. احنا ما اولا كابتن حمد بقول لك عارف اللعيبه كويس، عارف النادي كويس ولاعب في النادي وعارف اللعيبه وعارف الظروف اللي احنا بنعاني منها، فان شاء الله يكون هو دعم لينا ودعم للنادي الاسماعيلي وان شاء الله ربنا يوفقه يعني ان شاء الله. طيب في الجهاز الفني اللي قدامي ده مش شايف مدير كوره، هل مش هيبقى في مدير كوره في الجهاز الفني الجديد؟ لا ما فيش مدير كوره، هو كابتن حمد ابراهيم هو بيقول انا بحب انا مسؤول عن الكوره وعن مسؤول عن اللعيبه ومشاكلهم وكل الكلام ده، فبالتالي يعني ما فيش مدير كوره للاسف يعني. هل حضرتك قعدت فعلا مع حسني عبد ربه وكنت بتقنعه انه يبقى موجود في الجهاز الفني الجديد؟ والله فعلا حصل، والراجل الحقيقه كان كابتن حسني مشكورا يعني الحقيقه يعني عرض ان هو يبقى موجود في الجهاز الفني. عظيم. بس يعني طبعا كان ما فيش مكان لمدير كوره او جهاز كوره، فبالتالي احنا ان شاء الله كابتن حسني هيبقى معانا في اللجنه الفنيه ان شاء الله باذن الله تعالى، ويبقى برضه مشرفه اللجنه الفنيه هتبقى مشرفه على اللي هي ما تبقى مشرفه على الكوره في الفريق الاول والناشئين قطاع الناشئين في النادي الاسماعيلي. يعني ان شاء الله يعني هيبقى موجود معانا، ونتمنى برضه ان هو يقبل هذه المهمه ويبقى يعني في الاخر يوفقنا ربنا باذن الله تعالى. طيب باشمهندس يحيى، عايزك تقول حاجه لجماهير الاسماعيلي اللي اكيد زي الجميع كل اللي بيعشق الاسماعيلي كل الناس اللي بتحب كره الاسماعيلي قلقان على وضع الاسماعيلي في جدول ترتيب الدوري حاليا، تقول لهم ايه طمنهم؟ والله احنا يعني بنعملهم الصبر، معلش انا عارف ان كنتوا عانيتوا كتير في المرحله اللي فاتت، ويعني من النادي متاخر للاسف قبل الاخير، لكن ده ظروف والله غصب عننا، احنا جينا لقينا الفريق بالشكل ده ده للاسف الشديد يعني، فاحنا ان شاء الله بنعهد يعني بنعهدكم ربنا يوفقنا يعني ان شاء الله، احنا عملنا كل شيء، جبنا تدعيمات يعني تقريبا 11 لعيب جداد
وجبنا جهاز فني، كان الاخوان براون اللي هو الارجنتيني، لكن ما كانش لنا موفقين فيه، فهاني ده بقى من عند ربنا. فكابتن حمد ابراهيم ان شاء الله يعوض ويبقى حاجه جميله، ونامل الجماهير تصبر معانا وتصبر عليه لغايه اما ربنا يوفقنا ان شاء الله ونطلع من الكبوه اللي احنا فيها. طيب. الاعلام برضه بنوجه له شكر وتحيه انه يقف جنبنا ويبقى طبعا. كله والله مساند وكله يقول كلمه طيبه عشان الاسماعيلي يطلع من كابوس. لا ما فيش حد يا باشمهندس ما بيحبش الاسماعيلي وكره الاسماعيلي وتاريخ الاسماعيلي، يعني الجميع يتفق على الاسماعيلي دائما. الحمد لله، ده شيء نعمه من عند ربنا، وبنشكر برضه الناس في الاعلام انها واقفه معانا الحقيقه، وكل القنوات بتسعد دي بالحاجات الايجابيه ان شاء الله للنادي الاسماعيلي عشان يطلع من كابوس ان شاء الله. وبرضه الشكر الوفير الحقيقه لمعالي وزير الشباب والرياضه، احنا تابعنا معاه الفتره اللي فاتت، وراجل مشكور، قدم برضه الدعم للنادي الاسماعيلي ايضا بكل مراحله يعني. فاحنا بنتمنى التوفيق لنا يعني وتوفيق النادي، ونشكر كل الناس اللي الدكتور عبد المنعم عماره وفي وليد الشباب محافظ الاسماعيليه، يعني الناس مجهودات كلها لو تشوف فندم حضرتك ان تلاقي كل الناس بتدعم النادي الاسماعيلي، وده شيء بنعتز بيه، فاحنا بنشكر الناس كلها انها تبقى معانا ومنتفه حوالين النادي الاسماعيلي ان شاء الله. بالتوفيق باشمهندس يحيى الكومي رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي، بالتوفيق فيما هو قادم ان شاء الله. زي ما قلت لكم ما حدش يحب الاسماعيلي يبقى في وضع مش كويس. طبعا هي في النهايه منافسه، واللي يكسب واللي يخسر، بس بطابع الحنين الى الماضي انه الاسماعيلي وكورته الحلوه واسمائه التاريخيه مستغربين وضعه الحالي، لكن في الاول والاخر هي منافسه، وكل الدعم لكل الفرق اللي في الدوري اللي بتنافس بشرف وبتلعب كوره بشرف وبتقدم بتعمل مجهود بشرف. بس زي ما قلت لكم هو حنين للماضي، بس النجوم واسماء كبيره على مر التاريخ للنادي الاسماعيلي وجماهيريه عظيمه جدا للنادي الاسماعيلي، نحترمها ونقدرها وندعمها في كل الاوقات ان شاء الله. كل التوفيق للاسماعيلي في اللي جاي مع مدير فني محترم جدا، كابتن حمد ابراهيم مدير فني محترم جدا، اسم كبير واسم رائع، يعرفوا اللاعبين بشكل كويس جدا وعارفين قد ايه له دور مهم جدا في كل الاجهزه الفنيه اللي اشتغل فيها الكابتن ايهاب جلال كمدير فني، وكان هو دايما المدرب العام معاه، كان بيبقى ليه دور مؤثر جدا جدا جدا. انا اعتقد انه غالبا ان شاء الله هينجح مع الاسماعيلي. النهارده محمد عبد المنعم تم اختياره ضمن تشكيل الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد المستوى الجيد اللي قدمه في مباراة الهلال الماضية اللي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. هو اللاعب المصري الوحيد اللي موجود في التشكيلة عن هذه الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. قلنا امبارح ان احمد سيد زيزو هيخضع لمسحه طبيه صباح الاثنين وبعد اصابته بفيروس كورونا. اللاعب فعلا عمل المسحه امبارح والنتيجه جاءت سلبيه. في اخبار اتقالت ان هناك ازمه في انجولا لعوده احمد سيد زيزو الى القاهره. رقم 10 تواصل مع السفير المصري محمد صفوت سمير سفير مصر في انجولا، قال ان مفيش اي ازمه في عوده زيزو الى القاهره، الطيران متاح واللاعب حصل على اوراق السفر، لكن القرار في يد نادي الزمالك سواء ببقاء اللاعب والسفر الى المغرب بشكل مباشر او العوده الى القاهره، السفر الى المغرب لمواجهه الوداد طبعا في الجوله الثالثه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. كل التوفيق طبعا وكل امنياتنا ان الزمالك يقدر يحقق فيها نتيجه محترمه، نتيجه الفوز هو ده اللي احنا عايزينه يعني. حازم امام انتهى من برنامجه العلاجي بعد إصابته في العضلة الخلفية، واللاعب سوف يعود للمشاركة في مران الزمالك بداية من الغد. حازم إمام بيقترب من العودة إلى قائمة الزمالك أمام الوداد المغربي في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل إن شاء الله. كل التوفيق لحازم إمام. كان يعني معايا أحمد غانم سلطان امبارح وقال إنه حازم إمام أولى بمركز الظهير الأيمن من حمزة المسلوسي، وهو شايف أن قدراته الفنية أكبر من قدرات حمزة المسلوسي. طبعا نتفق نختلف، حازم إمام قيمة كبيرة ولاعب أيضا مهم جدا في تشكيلة الزمالك. مسؤولي نادي الزمالك تواصلوا مع جنش خلال الساعات الماضية وأكدوا ليه أنه هيكون موجود في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء عرضه مع فيوتشر. على فكرة هيبقى فيه حركة كبيرة في مركز حراسة المرمى مع نهاية الموسم في نادي الزمالك، حركة كبيرة. عواد ممكن يخرج، ممكن أبو جبل ممكن يخرج، ممكن الاثنين ممكن يخرجوا ويرجع جنش وصبحي مثلا، ممكن يرجع جنش بس ويجيبوا كل الأمور اللي هيبقى فيه لعب كبير وكتير في مركز حراسة مرمى الزمالك، ولكن بعد نهاية الموسم.
النهارده لعب اثنين من محترفينا في الدوريات الاجنبيه والعربيه، الاول مصطفى محمد مع جلطة سراي في الدوري التركي امام فريق جوستابا، وانتهت المباراه بفوز جلطة سراي 3-2، ومصطفى محمد ما سجلش اهداف ولكن صنع الهدف الاول لفريق جلطة سراي براسه في الدقيقه الثالثه لزميله نيلسون. اللاعب الثاني مصطفى فتحي شارك مع فريقه التعاون السعودي امام فريق الاتحاد في مباراه ربع نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين، والمباراه انتهت لصالح الاتحاد 2-1 بعد ما كان متاخر بهدف، وكده التعاون ومصطفى فتحي بيودعوا البطوله. معلش يا فتحي، معلش يا مصطفى، معلش، اللي جاي احسن ان شاء الله. طيب نروح لاهم مباريات اليوم الثلاثاء 22 فبراير، سيراميك كليوباترا وغزل المحله هيلتقيان الساعه 3 العصر، وانبي هيواجه الاتحاد السكندري الساعة 5:30، وكبرى مباراة اليوم الأهلي مع مصر المقاصة في 8:00 مساء. وفي دوري أبطال أوروبا دور 16، فياريال الأسباني هيواجه يوفنتوس الإيطالي الساعة 10، تشيلسي الإنجليزي هيواجه ليل الفرنسي أيضا الساعة 10. زي ما قلت لكم دايما دوري أبطال أوروبا بطولات ممتعة وبطولات رائعة ورائعة جدا. طيب محمد داود لاعب الاتحاد والحرس والأولمبي والكروم السابق هو الهداف التاريخي لدوريات المظاليم، يعني سجل عدد كبير من الأهداف مع كل الفرق اللي لعب بقميصها 294 هدف، عمره دلوقتي 44 سنة ولسه بيلعب كورة. تقرير حلو قوي هتستمتعوا بيه مع هداف تاريخي بالمناسبة، هداف تاريخي. تعالوا نتعرف عليه وتعالوا نشوفه وتعالوا نسمع منه، وبعد كده نشوف ضيوفنا الكرام الحكمة مي حسن والحكمة ندى عبد ربه هيكونوا معانا بعد هذا الفاصل، خليكم معانا. أنا محمد داود، بدأت زي أي ناشئ، بلعب في نادي زور الرمل، ابتديت الدهرية، وبعد كده رحت نادي كروم 16 سنة، رجعت على نادي الاتحاد، ومن الاتحاد بقى بدأت مسيرتي أولمبي، حرس، جونة، كل ده في الممتاز. أما الممتاز بيه أولمبي صعدته مرتين، حرس مرة، جونة مرة، ترماي من الثالثة للدوري الممتاز بيه، العبور من الثالثة للممتاز بيه، مركز شباب معمورة من الرابعة للدرجة الثالثة. عندي 44 سنه وبلعب لغايه دلوقتي 294 جول. ساعتها كنت انا هداف دوري الناشئين مع كابتن محمد عمر والكابتن عادل بابلي والكابتن رزق نصار. فسوبر كير صعدني، كان عندي 16 سنه ونص 17 سنه، لعبت دوري ممتاز وانا عندي 17 سنه، وبعد كده لعبت مع مستر هيدوكوتي وكابتن محمد عمر والدكتور حسن ابو عبده. كنت انا هداف دوري الناشئين وانا عندي 17 سنه بلعب فريق اول. قعدت بتاع اربع سنين، وبعد كده رحت الحرس. قعدت سنتين في الحرس مع كابتن محمد عمر، والسنه الثالثه مع كابتن طارق العشري، كابتن محمود عطا وكابتن عاصم زغلول. دي السنه اللي صعدنا فيها للدوري الممتاز. انا صعدت مع النادي الاولمبي 2006 و2008 للدوري الممتاز. كنت هداف الدوري على مستوى مصر على الثلاث مجاميع. 2006 كنت هداف دوري الترقي، صعدنا ممتاز. 2008 2006 صعدنا ممتاز. رحت عارة نادي الكروم، جبت معاهم 15 جون. رجعت تاني كنت عارة، رجعت على الاولمبي صعدتهم دوري ممتاز 2008، جبت 23 جون. لعبت دوري ممتاز مع الاولمبي 2009، لعبت دوري ممتاز مع النادي الاولمبي نص موسم. نص الموسم التاني رحت الجونه صعدتهم ممتاز، كنت هداف الدوري، كنت هداف الفرقه وهداف الدوري في الدور التاني، جبت معاهم 15 جون. ورجعت بقى على الاولمبي عشان انا كنت اعاره. اما انا بقى مع الحرس مشوا الفرقه كلها، كنت انا هداف الدوري، هم جابوا فرقه جديده خالص. يعني في ناس نقاد وصحفيين ومواقع هم اللي ساروا الموضوع ده. موضوع اللي انا هداف الدوري، انا جايب 294 جون. ما حصلتش في تاريخ مصر. 294 جون، ما حصلتش في تاريخ مصر. حد يقول لي جاب الرقم ده في الدوري الممتاز به اكتر من 195 جون. اكتر من 195 جون. بالورقه والقلم هداف النادي الاولمبي على مدار تاريخه. انا ماليش دعوه بممتاز درجه اولى درجه، هداف تاريخه بالورقه والقلم. الهداف التاريخي للنادي الاولمبي محمد داوود. من بعديها انا بقى بدات مسيره بقى، كان معايا بقى كنت انا بقى ايه في الترام والعبور والكلام ده، لغايه انا بلعب. انا عندي 44 سنه ماشي في 45 سنه، 177 انا بلعب لغايه دلوقتي. حصيله اهدافي
294 هدف فيهم 195 هدف في الممتاز به. انا ما بسيرش مواضيع وما بعملش مشاكل وما بعملش اي حاجه، بس انا عاوز اسال سؤال، سؤال واحد بس. اللي بيجيب 100 جون، اللي بيجيب 100 جون بيطلعوه في التلفزيون. انا مش محتاج التلفزيون والله، مش محتاج يعني، انا الحمد لله بفضل الله. يعني اقول لك حاجه، انا كفايه عندي حب الناس بس دي عندي بالدنيا كلها. المظالم مظلومين زي ما بيقولوا في كل الاقسام. في لعيبه في الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه تلعب دوري ممتاز لو في اهتمام وفي ماديات كويسه. في لعيبه بس مفيش ضوء مش متسلط عليها. من سنه بالظبط حصلت لي مشكله، كنت قاعد في محل في ناس وقفت معايا. انا بقول يعني النادي الاولمبي بمجلسه السابق والحالي، المجلسين ناس محترمه جدا وكلهم ناس افاضل وحبايبي ومفيش اي مشكله، بس هم فين من محمد داوود فعملوا في النادي الاولمبي؟ بس الحاج عامر حبيبي ابو الرياضيين في اسكندريه زي ما بيقول الحاج عامر حسين، راجل محترم وبقابله كتير الحمد لله، هو راجل فاضل وراجل محترم وانا بعزه جدا جدا جدا. وانا بس بطلب منه حاجه بسيطه بس، يعني هو زي تكريم لمحمد داوود بس. هو راجل معايا فوق الوصف وما يعرفش الكلام اللي انا هقوله ده، يعني هو الكلام اللي هقوله ده هو ما يعرفوش، بس انا بطلب من منطقه اسكندريه تكريم لمحمد داوود على انجازاته الكرويه بس. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. حضراتكم اكيد متابعين ان التحكيم النسائي في مصر بقى اون فاير، بقينا نشوف حكام سيدات موجوده في مباريات كره القدم رجال، بقى في تطوير اصلا في عمليه التحكيم النسائي في مصر. العالم كله بيتطور في هذا الامر، والحمد لله ان احنا عندنا لجنه حكام حاليه تدعم كثيرا المراه والتحكيم النسائي بشكل كبير جدا. عشان كده يشرفني وينورني النهارده اثنين من نجوم التحكيم النسائي، كابتن ندى عبد ربه والكابتن مي حسن. كابتن ندى عبد ربه اهلا بيكي، مشرفاني ومنورني حكم ساحه. اهلا وسهلا بحضرتك، ما غلطناش اهو. وايضا الكابتن مي حسن حكم مساعد دولي. ايضا كابتن مي مشرفه ومنوره، ربنا يخليك. تسلم، اخبارك ايه؟ كله بخير؟ تمام. الحلقه النهارده حلقه ممتعه ولذيذه. اكيد معانا اثنين حكام كبار، اثنين حكام ما لهمش جدل، اثنين حكام ما عندهمش قلق. بقى انا من الحلقات اللي فيها حكام ليه؟ هلاقي حد يقول لي انت جايب الحكم اللي ظلمني، انت جايب الحكم اللي عمل لي. الحمد لله ما حدش مسك عليا حاجه لحد دلوقتي. لحد دلوقتي ها؟ الحمد لله تمام. امان يعني. طيب كابتن مي، عايز ابدا معاكي واسالك انت ازاي بدات التحكيم؟ ليه اصلا خدتي قرار التحكيم؟ ليه اصلا قررتي اصلا تبقي حكمه مساعده كمان مش حكم مساعد؟ يعني ايه التفاصيل في هذا الامر؟ انا كنت بلعب كوره، يعني قعدت 15 سنه العب كوره في نادي التنميه سبورت اللي هو حاليا دلوقتي مستقبل وطن. بعد كده انا حبيت ان انا ادخل مجال التحكيم، شفت ان انا شخصيتي تسمح ان انا اكون حكم، يعني حبيت نفسي في الموضوع وشفت ناس كبيره موجوده. قلت انا من الشخصيه دي عنيفه؟ لا والله ابدا، بالعكس طيب جدا. والله بتزعق؟ يعني بيجي يعترض عليكي بتزعقي له؟ مش بحب حد يقعد يعترض على الحكام زمايلي كتير ويتدخل في قراراتهم، يعني ركز في لعبتك هتكسب الماتش، يعني بلاش ليه يا كابتن الفاول ده، لا يا كابتن ده، ركز في شغلك هتكسب. الحكم المساعد بيبقى ليه دور في القصه بتاعت تهدئه اللاعبين والتدخل في هذه الامور، ولا الامور دي بتبقى عند حكم الساحه بس؟ هي قبل ما اروح للكابتن ندى، هي احيانا بتبقى ممكن تبقى للحكم المساعد كمان. انا احيانا ببقى شايفه اتنين لعيبه مثلا يعملوا مشكله مع بعض، تاتش مع بعض، بقول لهم انا شايفه هنادي الحكم يديك انذار هخليك تطرد بره. بس لا يعني لا، هشوف ان هو بيعمل اي مشكله او سبب في اي حاجه هبلغ الحكم على طول، فهو بيسكت. ما تعديش واحده كده بالحب؟ لا ما عداش، عشان انا لو عديت على حد لازم اعديها لحد، فما بحب ما حدش يمسك عليا حاجه. ما بتعديش كابتن ندى، شايله منك. لا ما بتعديش، ده حاجه كويسه جدا. ايوه بهزر معاك. كابتن ندى نفس الامر، انت بدات ازاي التحكيم؟ ايه اللي خلاكي تاخدي القرار ده؟ انا الاول انا طالبه تربيه رياضيه 2015، بدات في تربيه رياضيه عادي، بدات رياضه زي اي حد لسه بادئ رياضه، لسه بادئ يجري الكلام ده كله.
فبعدين في الكليه عندي كونوا فريق كره قدم نسائي اول حاجه، فحبيت ادخل، دخلت مع الفريق تمام اول سنه. تاني سنه بصراحه انا كنت بعيده عن مجال التحكيم خالص، الا بس كابتن، وعايزه اشكره جدا، كابتن صلاح وهب، حكم سابق قريب من بلدي يعني، وهو زي والدي بالظبط، هو اكيد قاعد يتفرج عليا دلوقتي. عظيم. هو اللي قال لي اكيد طبعا. كابتن صلاح هو شاف فيا ان انا هبقى حكم كويس، قال لي انت ستايلك حلو، عندك جري كويس، كل حاجه كويسه، عارفه في الكوره، ابداي خشي تحكيم وكده. بصراحه انا كانت خبرتي عن التحكيم يعني إيه صفر. يعني ايه بقى ستايلك حلو؟ يعني شخصيتك، قراراتك، لياقتك وسرعتك، يعني بيبقى ايه المؤهلات اللي ممكن نقول ان ده حكم كويس؟ انا بتكلم على مستوى الرجال والنساء بشكل اول عارف. حاجه في الاول بيبقى الستايل الخارج الاول قبل ما يشوف فنياتك وقدراتك الاول، الطول، الوزن، عشان الكشف الطبي طبعا. تاني حاجه الرياضه، رياضه مستواك البدني ايه نظامه. تالت حاجه بقى مستواك الفني، لازم تعدي الاول الاختبار الطبي، تاني حاجه الاختبار البدني، تالت حاجه مستواك في الملعب ايه. فهو قال لي انت يجي منك هيجي منك حاجه كويسه، ادخلي وهتبقي حد كويس. انت عارفه كابتن نعمه رشاد هتبقي حد كويس. فانا كانت خبرتي عن التحكيم زيرو ساعتها. فانا فعلا اول ما قال لي كابتن نعمه رشاد انا دخلت وعملت سيرش وكده على كابتن نعمه، كان لسه كابتن نعمه لسه بتحكم لسه، شفت لها اكتر من برنامج وكده، وحابه اقول لها واحنا على قهوه كل سنه وهي طيبه عيد ميلادها النهارده، وحابه اشكر كابتن صلاح جدا جدا، لان بصراحه من ساعه ما دخلت التحكيم وهو الدعم الاول ليا ولحد دلوقتي. عظمه جدا. طيب كابتن مي، عايز اسالك، انت قلتي ان انت كنت بتلعبي كوره اصلا. تمام. وانت بتلعبي كوره ايه برضو اللي خلاكي تلعبي كوره، او ايه اللي خلاك كبنت؟ احنا عارفين زمان من سنوات يعني كان البنات دايما ما بيروحوش يلعبوا كوره قوي، ممكن رياضات اخرى، لكن الكوره دايما كانت بتبقى مكسوره، او مش دايما، غالبا مكسوره على الرجال. ايه اللي خلاكي بقى في وسط الزحمه دي او في وسط الاتجاه ده تقولي لا انا هلعب كوره، انا زي الولاد؟ انا كنت بلعب كوره اصلا في الشارع يعني اصلا. لا تعالي لي، لا دي قالت كلام حلو دلوقتي، انا كنت بلعب كوره في الشارع. لا قولي لي بقى كنت بتلعبي كوره في الشارع ازاي؟ كنت بلعب مع الولاد وانا صغيره، وبعد كده عرفت ان في فرقه بنات موجوده في نادي التنميه سبورت، فقلت ان انا اطلع يعني، فلقيت ان الموضوع حلو ولذيذ، وفي في التزام، وفي فرقه، وفي ماتشات، وفي تمارين، لقيت الموضوع حلو. في نطه نطيتها برضو، انا الموضوع الشارع ده مهم قوي بالنسبه لي، بس لا احنا يعني في اجيال عايز الشارع. في اجيال كده ما عدتش على الشارع ده، في اجيال لعبت على طول في ملاعب يعني. لا. في اجيال بعدينا لعبوا على طول في ملاعب، بعدين عشان شكلك لسه صغيره في السن، بس انا بعدين انا كبيره والعكس. لعبوا في ملاعب. لعبت بقى في الشارع ايه، طوبتين وكده ولا جول؟ لا عادي، كنا بنلعب يعني جيراننا وكده بنات، وفي ولاد، وكنا بنعمل فرقه ونلعب، وبعد كده حبيت الموضوع يعني. كنت بتلعبي مش ما بتلعب ما فيش جول؟ لا كنت انا لما كانوا بيلعبوا معانا بنات كنا نوقفهم جول، كنت باك رايت كمان. بس كان في واحد يعني جارنا، وهو اللي كان مربيني برده، كان اسمه كابتن ثروت عمار الله يرحمه يعني، هو اللي كان رشح لي ان انا كمان ادخل يعني ادخل مجال الكوره. ولما كنت بتلعبي بقى كنت بتلعبي مركز ايه؟ باك رايت. باك رايت كملتي فيه؟ احيانا سيرد باك يعني. المهم ان انا كان يعني كان يقول لي اللي يفوت يموت. اللي يفوت يموت بالظبط. كنت بتموتيه بالظبط. طب وانت كحكم دلوقتي؟ لا خلاص بقى ابتديت تعرف ان ما ينفعش خلاص. اتعلمنا بقى صح. اللي بيموت بتاذيه طبعا. اهم حاجه سلامه اللعيبه دي، اهم من النتيجه اصلا. طيب كابتن ندى، انا عايز اسالك على فكره انه تبقي حكم في وسط برضو ايضا وقت كان الحكام الرجاله هم اللي مسيطرين على البطولات كلها، مفيش دعم للحكم النسائي او الحكمه النسائيه، مفيش دعم للعنصر النسائي في التحكيم. دلوقتي الامور تحسنت، ملاحظه التحسن ده؟ بصراحه انا لاحظته اكتر في السنه الاخيره دي لما نقلت منطقه القاهره. هايل. انا اصلا من المنوفيه، وكنت حكم منطقه المنوفيه من 2017 لحد بدايه الموسم ده. نقلت القاهره، ففي المنوفيه انا كنت اول حكمه بنت في المنوفيه في 2017. فانا اول ماتش ليا انا خدت بابا معايا الاول. اول ماتش ليا كان في فرقه موجوده عندي في البلد مشهوره، جايبه معاها باص بيشجعها، حاجه صغيره كده مراكز شباب. هي كل الجمهور لما دخل والناس لما قعدت سابوا بابا، سابوا الناس كلها، سابوا الحكام الموجودين، حكم بنت، حكم بنت، حكم بنت، كله حدث حدث. كله جاء شغل الموبايلات وساب الفرقه مع الحكم بس. فدي كانت بالنسبه لي خضه في الاول، وانا المفروض الحكم اللي ابقى واثق من نفسي. ايوه اول ماتش ليا اعتقد ده كان تاني ماتش، اول ماتش عدى على خير، ما كانش في حد موجود.
فكانت خضه كبيره قوي ليا الماتش الثاني ده. بعدها شويه شويه يعني الناس بدات تتقبل. لا احكي لي الماتش الثاني ده اللي هو كان فيه توتر ده لما نزلت الملعب. لما نزلت الملعب حسيتي بدعم اللاعبين؟ ايوه. لا اول حاجه اللاعبين حصلت خضه كبيره. لقيت المدير الفني قال بعد اذنكم 5 دقائق. دخل الاوضه قدامنا وقف على الباب قال من الاخر في حكم بيمضي في الماتش مش عايز كلمه محدش يتكلم ومحدش يجي ناحيتها خالص. تمام مالناش دعوه في حكم بنت مش عايز اي تعليق مش عايز تركز مع الحكم وتسيب الماتش مالكش دعوه. اول حاجه اصلا انا لما لقيت الناس دي كلها احنا بنلبس شورت عشان انا محجبه بلبس ليجن تحت الشورت. انا لبست بنطلون خضيت اصلا وانت مش مغيره. انا هلبس تيشيرت التحكيم على بنطلون ده اول حاجه. طلعت بقى الجمهور اللي كان موجود كان حوالي مثلا 30-40 واحد. ده كان مين ومين؟ انا مش فاكره الطرف الثاني بس غالبا الطرف اللي كان عامل شغب يعني فرقه اسمها شرانيس عندنا. يعني كان في شغب كمان. هي الفرقه دي والجمهور ده بيعمل شغب كبير. هو ساب الفرقه وساب كل حاجه. اوف سايد يا حكم اوف سايد. كنت لسه مساعد. فاول فاول. يعني هم اشتغلوني انا بقى. هم سابوا الحكم وكلهم واشتغلوني. بصراحه الماتش ده كان عليه ضغط كبير بس كان مصبرني يعني ومقويني كابتن صلاح وبابا كان موجود معايا. طيب كابتن مي انت الناحيه الثانيه اكيد برضو اول مباراه ليكي كحكم زي اول مباراه ليكي كلاعب. انت لعيبه ما انا تمام انا عارفه الطريقه وبلعب من الشارع وبلعب في انديه وعارفه مركزي. حكم دي قصه ثانيه خالص. ده انت نفسك من شهرين ثلاثه قبل ما تبقي حكمه كنت بتعترضي وبتزعقي وبتقولي الله يكون في عون الحكم فعلا. صح كده؟ انا اول مره كنت بحضر المحاضرات وحكم زميلي كنت بزعق له في الملعب لما كنت بلعب لسه فقام قال لي بكره اللي اتعملت فيه هيتعمل فيه حقي. طبعا احكي لي بقى اول مباراه كحكم. طبعا كنت متوتره وقلقانه طبعا لان انا كنا احنا كان ما بين المعادي واليخت وكان الاتصالات يعني. بس فطبعا كنت متوتره مع اني كنت واخده محاضرات وعملي ونظري وفاهمين طبعا وامتحنا وكنا عدينا بكل المراحل يعني اللي تاهلنا لده. بس طبعا التوتر يعني كان اول مباراه ليا. بس صراحه لان الحكم اللي كان معايا كان كويس جدا ووقف معايا وقبل ما ننزل قال لي ما تقلقيش وانا جنبك ومعاكي والحكم المساعد نفس الموضوع وكمان الناس ساعدتني اللي كانت بره وبرده ما تخافيش ما حدش اعترض عليا في حاجه بالعكس الناس ساعدتني وشجعتني وبعد كده خلاص خدت على الموضوع وبقى عادي بقى يعني اللي هو مفيش خلل يعني خلاص بقى. طيب كابتن انا انت حكمتي مباريات للرجال ولا بنات بس؟ اكيد حكمت. انا عندي في المنوفيه اصلا اول ما بدات احنا عندنا في المنوفيه ما كانش في فرقه نسائي لحد من سنتين اصلا فكان كل المباريات ولاد بس وخصوصا مراكز الشباب يعني احنا نزلنا اول حاجه مراكز الشباب اللي بيبقى فيها الشغب وكده كانت اكتر ماتشاتنا فيها وناشئين ومؤخرا لعبت السنتين اللي فاتوا قسم رابع في المنطقه عندي شباب لكن اصلا احنا ما عندناش غير فرقه واحده كره نسائيه حاليا. احكي لي احكي لي التفاصيل اللي هو ايه. انا نازله احكم لولاد بطبيعه الحال الولاد اجريسيف ولما بيشوفوا بنت هي اللي بتحكم فانا لا هعرف اعترض عليها فهخضها هخوفها فتحسب لي قرارات. ازاي بقى بتتعاملي مع الموقف ده؟ بصراحه يعني ما فيش حدث كبير حصل معايا ده في معسكر الفيفا الاخير اللي كان في شهر 10. صوره يا جماعه وانا مساعد ما تقربوش قوي كده الصوره اللي فاتت كانت في المعسكر الاخير ودي كابتن هيام اللي هي الصوره اللي قبلها كابتن هيام ديت الخاصه بالتحكيم النسائي المحاضره بتاعتنا مسؤول عننا. دوت ماتش كره نسائيه كان في بالميلز. مفيش حاجه كبيره تخض قوي الا ان البدايه بس اول سنه وثاني سنه ليا كان الناس كلها اول ما ادخل الملعب الحكم البنت الحكم البنت فالبدايه ما كانش يعني في ناس مجامله اللي هو ان شاء الله يا كابتن خير الكلام ده كله يتعاملوا معاكي بجنتله يعني برجوله يعني بشويه شياكه اللي هو كده. اشتغلي واحنا معاكي مش هنشد بصراحه مش يعني ما لقيتش قليل قوي الحاجات اللي اوفر بقى الا لما مثلا لو فرقه مثلا خسرت تيجي بعد الماتش بقى يقول لك الكلمه الشهيره بقى اكيد عارفها الكلمه الشهيره اللي هو ايه؟ على المطبخ. على المطبخ طبعا بقول حاضر اخدك معايا من الاخر روح انت على المطبخ انا تمام دي الكلمه الشهيره يعني مثلا ما يحب يستفزك مثلا والعكس صراحه يعني انا كل ما بتطلع بالمستوى بتلاقي الناس محترمه اكتر يعني انا اول مباراه ليا في القسم الرابع كانت مباراه جامده جدا كانت نادي اوسنا بيلعب اعتقد حاجه كفر نادي ابشيش او كده وكان المباراه ديربي الفرقتين قويتين وكان في نادي اوسنا وكان جمهور كامل الملعب كله جمهور اوسنا
وانا بدات اول ماتش قسم رابع ليا بصراحه اللعيبه والمدربين طلعوا بعد الماتش شكروا فيا كمان. عظيم. كنت عامله ماتش كويس الحمد لله. كل ما بتعلى بالمستوى بتلاقي الناس بتفهم اكتر او بيكونوا هادين اكتر أو من تحت بيحترموك اكتر. بيك اكتر يعني. لكم تفصيله كده بتخيلها. انا عاجبني القعده الحلوه دي. اتفضل. في مره كده مثلا ايه جه عليكي لاعب وبيعترض جامد فانت قلقتي منه فقلت طب والله ما انا رافع الكارت انا شكله جاي متنرفز. جالك الاحساس ده قبل كده اللي هو ده شكله عصبي ده ولا ايه؟ لا هو ما جاليش. بس هي حصلت مع بنت. وكانت في البنات في ناس بتلاقيها شبح في نفسها كده قوي يعني. اوفر. فجت لي وجا جايلي بانذار جت اعترضت اعتراض اللي هي هتضربني بقى فطلعت لها الاحمر اصلا. يلا اعملي اللي هات اللي عندك يعني. طبعا انت ما ينفعش طبعا بتطلعي الاحمر وانت بتراجع نفسك. لا يعني بص انا في الملعب بطبق قانون. ما ينفعش الناس اللي بره تشوفني مخضوضه حتى لو انا من جوايا مخضوضه. طبعا ما ينفعش. وبعدين ده قرار انا بنفذه اعترضت اعتراض يستاهل الانذار فكان انا بطلع لها انذار. اعتراض مثلا ان هي حجزت على الحكم يستاهل طرد هطلع لها طرد حتى لو ممكن بعدها ممكن تتهجم عليك بايد ساعات بتحصل. انا بكون واخده مسافتي كويس وبرفع لها الكارت ده حقي واكيد في اغلب الملاعب بيبقى فيه امن. وحتى لو ما فيش لما هو ده القرار وقدام الناس بره ما ينفعش صورة تتهز هتاخد الكارت هتاخد الكارت. انت برضو ما قلتيش بموقف مشابه؟ لا خالص. يعني ما قلتيش مثلا انا برفع اوف سايد تمام واللاعب هيجي اللاعيبه او اللاعب هيجي يتضايق عليا؟ لا خلاص هي يعني هي بعد كده خلاص انت بقالك انا بقالي 8 سنين بحكم فخلاص انت اتعرفت فالناس عارفه شخصيتك فما حدش يعني اللي بيعترض بيبقى عارف ان هو انا مش بتهاون ومش بتساهل في اي حاجه يعني في اكشن هيحصل. طبعا بصراحه كابتن مي ما تعترضش عليا. انا بتكلم بنيابه عنها في دي بصراحه كابتن مي مش اي حد يعترض عليه. كابتن مي شخصيه قويه جدا في الملعب. بحب اسكت الدكتين بالنسبه يعني الناس ما بحبهاش تعترض على زمايلي يعني. بحاول ان انا على قد ما اقدر اخلي زميلي او زميلتي تركز في المباراه اكتر يعني. بس جايبين لك صور وانت صغيره. لا مش وانا صغيره ده كان كان وورنر. كان يويو تيست على فكره حرام تطلعوا لاي حد الصوره بتاعته في الورنر عشان احنا بنكون مناظرنا بائسه. بس شكلكم وبنبقى تعبانين ومرهقين. انتوا نجوم يعني. ربنا يخليك والله دي مجامله. كابتن شاهين ده المغربي طبعا اول حاجه ما كنت بلعب كوره طبعا. ذكريات صور شكلها جميل صور حلو. طيب دلوقتي الفار دخل تمام صح كده. انا عارف انتوا لسه ما اشتغلتوش مع الفار صح؟ لا انا ما اشتغلتش. لسه اشتغلتي فار؟ لا ما دخلتش الدوره اللي اتعملت وقتها. طيب بسالكم بشكل عام بقى. هسالك كابتن ندى الاول. الفار سهل الامور بالنسبه للحكام ولا شايفه ان الفار قلص من دور الحكام؟ هو بصراحه الفار قلص من دور الحكام كتير وكمان على مستوى الماتش. انا طبعا رايي بسيط كان بالخبراء وكده. هو بيدي العداله للفرق. عظيم. دي حقيقه. لكن كماتش يعني مثلا ساعات ببقى اتفرج على الدوري الانجليزي ويجي جون وهي وشجعنا وبعد ما شجعنا ضاع. فانا انا كمشاهد بزعل اللي هو ايه ده. طب ده وبعدين في الاوفسايد بقى اللي هو الاوفسايد على السنتي وعلى الملي يعني ما طبعا بيدي ناس حقها يعني بيساعد بس بيدي الناس حقها. تمام. بس كمتعه المشاهد وكل شويه توقف بس اكيد مهم جدا عشان العداله يعني. لو في حد ليه ضربه جزاء تغير من نتيجه ماتش مهم جدا طبعا الفترة الأخيرة بس قلل كتير من دور الحكم. طيب كابتن مي هو ده سؤالي برضو انه زي ما الكابتن ندى قالت انه ممكن يقلل شوية من المتعة بس في عدالة. العدالة أهم حتى بالزبط. المشجع اللي بيستمتع بالمباراة عايز العدالة لفرقته. بالظبط. هو بيطمن حتى الفرقتين ان عارف حتى لو الحكم أخطأ الموجود في الملعب لا في ناس قاعدة جوه مراقبة في كاميرات في ناس بتساعد ان هي تدي القرار الصح عشان خاطر الناس دي تقدر يعني توصل النتيجة يعني مظبوط. ما بس طبعا انتوا بتشجعوا فرق مش في مصر بره مصر؟ هو اكيد بره مصر. قلقت اول ما تشجعوا فرق اكيد مش هسالك اهلاوي ولا زملكاوي. انا بسال بره مصر. احنا بنشجع منتخب مصر. هايل بس كده تمام. احنا بره انا بصراحه بشجع ريال مدريد ومؤخرا عشان كابتن محمد صلاح بنشجع ليفربول. هايل برضه ريال مدريد ليفربول طبعا. ابن بلدي يعني لازم. كابتن محمد ايه رايكم في اللي بيعمله محمد صلاح كل يوم ده؟ لا بجد تشود. وامبارح لسه محتفل 150 هدف مع ليفربول. لا حاجه ما شاء الله عليه بجد. خيال. بجد دلوقتي كل اكاديميات مصر
كلها لبس محمد صلاح كلها رقم. يا جماعه طب غيروا الرقم. طيب لا هو هو صراحه ادى امل للناس ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل. يعني كابتن محمد يعني ابتدى برده من الصفر وواحده واحده طلع وبقى موجود دلوقتي وتعرف في العالم كله، فهو بيدي الواحد امل ان هو يقدر في يوم من الايام يوصل ويبقى زي محمد صلاح. ليه لا؟ اكيد اكيد احنا في الاكاديميات كلها الناشئين بجد كل الاطفال في الاكاديميه كلهم لابسين تيشيرت محمد صلاح كلكم يا جماعه رقم 10 كده او رقم 11 يعني للمنتخب رقم محبوبه. كل الناس يعني نفسها تشوف محمد صلاح. يا ده الماتش بتاعي ماتش ايه الاميريه والمعادي واليخت لا قريبه قريبه من الاحداث. هو الماتش ده برده مش كل الماتش ده ملخص طب ملخص فيه الماتش ده ايه قصته بقى عملت فيه ايه؟ لا الماتش ده كان كويس جدا يعني المعادي واليخت والاميريه كانوا منافسين في الوقت ده. فانا كشخص نفسي اتفاجئت بالمستوى. الاميريه ساعتها كسب 5-1 او 5-0 فانا اتفاجئت لان انا عارفه ان الاثنين على درجه واحده ان هما بينافسوا بعض فانا قلت بقى الماتش رايح جاي ففوجئت جون ورا جون ورا جون لقيت الاميريه كسبت 5-1 او 5-0. ايه اكتر ماتش طلعت فيه كروت تفتكري؟ ماتش قريب انا كنت للاداريين للجهاز وللعيبه انا كنت عامله حوالي 12 انذار. 12 انذار ما شاء الله. كان حديث ولا حرج. لو طلعت الدوري الممتاز هتروح لا بس هو كانوا عاملين شغب. ايوه كان ماتش صيد المحله سيدات والترام الماتش هم اخر فرقتين بيلعبوا مع بعض اللي هيوقع التاني اللي هيهبط واللي هيبقى ليه فرصه يكمل. الماتش كان مشدود صراحه والاداريين اللي بره هم اللي مفيش طبعا مفيش بقى يعني الاداريين انذار في انذار والبنات برضو صح. فكان الاعتراضات اكتر مش على القرار على قد ما هم عايزين يتخانقوا لا ده احتكاكاتهم كتيره احتكاكات البنات تزق بعض الكلام ده كله فكان انذارات على طول للجهاز الفني اكتر. خدتي اصعب حاجه في الدنيا رفع الرايه دي ساعه التسلل. جاوبت وفرج مره على برنامج في انجلترا كان في جيمي كاراجر وجاري نيفل مع حكام انجليز دوليين وكان مستضيف حكام مساعدين وحاولوا يخلوا جيمي كاراجر وجانيفيل يشتغل مساعد للحظات قد ايه كانت الموضوع صعب وهم فاكرين ان مهمه الحكم المساعد دي بتبقى سهله عن الحكم المساعد اجري مع اخر تاني مدافع وارفع التسلل وخلاص بس لا والله بتبقى كلها تركيز طبعا انت طبعا. بتبقى مركز يعني انت ممكن تودي الدنيا في داهيه في اقل من الثانيه فعلى قد ما بنقدر بنكون مركزين جدا يعني طيب انا هسألك سؤال هختم بيه هسأل ليك وبعد كده هسألك طيب كابتن أنا اللعبة تحكيم كرة القدم بشكل عام أثرت على حياتك الشخصية حياتك بشكل عام ولا فادتك وساعدتك في حاجات كتير؟ هي بص الاثنين هي أثرت وفادتني أول حاجة فادتني أن أنا أول حاجة قاعدة مع حضرتك ده شرف ليا كبير ده شرف ليا أكيد تاني حاجة فادتني على مستوى الشغل يعني أنا اتطورت في الشغل بعرف ناس جديدة واصلة مستوى عالي دلوقتي بقيت حكم صفارة دي كانت أمل كبير ليا تاني حاجة برضو فادتني على مستوى البدن يعني أنا ملزمة بتمرين ملزمة بضبط وزن معين وأنا مش بزيد أنا بقل فبلحق أظبط فوق برافو عليك بالسلب يعني حاجات بسيطة مش قوي ان هي مش لاقي وقت بصراحه اعمل اي حاجه تاني احنا دايما بنتوازن ودايما في عندنا امتحانات ودايما عندنا ورنر ودايما عندنا صحيا انت طول الوقت محافظه على طبعا احنا طبعا اللجنه متابعينا ودايما في معسكرات ومحاضرات ودايما اخر يعني القانون اللي بينزل التعديلات الجديده دايما احنا بناخدها كابتن عصام بصراحه مش مقصر معانا احنا عامه يعني دايما في دعم لينا واحنا بنحاول على قد ما نقدر نكون قد الثقه اللي هو بيديها. كابتن مي انت تحديدا بعد ما خلصتي الكوره بقى يعني بعد خلصتي لعب الكوره قبل ما تروحي التحكيم حدش كده مثلا في اسرتك او في عيلتك قال لك ما كفايه بقى كوره لعبتي وانبسطتي شويه كفايه؟ لا خالص والله ده انا حتى اخويا كان وهم دايما يقولوا لي ما تخليكي تلعبي كوره جنب التحكيم يعني بس انا بحس ان شخصيه الحكم كده يعني عن اللعب يعني حاجه كده بتبقى شخصيتك اقوى وبحس ان انا اعلى من اللعب فمش شايفه نفسي ان انا ممكن انزل لمستوى اللاعب انا حابه نفسي في الحكم اكتر صراحه كبرت اكتر نفس السؤال يا كابتن ندى حد قال لك مثلا في مره كفايه بقى كوره شوفي حياتك في شغل تاني في حياتك الشخصيه بصراحه انا بابا وماما العكس انا لما حصل وقررت ان انا اوقف بابا يعني عمل معايا مشكله في البيت كبيره رغم ان هو في الاول ما كانش حابب ما كانش حابب عشان ما كانش فاهم ايه التحكيم او انا هعمل ايه او هنزل احكم ازاي او هلبس ايه
لكن بعد ما دخلت واشتغلت سنه واثنين لما قلت انا لا انا خلاص انا تعبت انا مش عايزه اكمل انا لان احنا عندنا تمرينات جامده الورنر ده صعب صعب فانا قلت لا انا مش عايزه اكمل بابا وماما اللي اعترضوا قالوا لا انت مشيتي وعملتي لازم تكملي بصراحه يعني ما عنديش دي حته ان هم يقولوا لي لا احنا عموما خمس بنات فبابا وماما مربينا ان احنا يعني مسؤولين احنا اللي بنعمل خصوصا ان بابا قوات مسلحه كان في قطاع سيناء كان بيجي في الشهر كام يوم بس احنا المسؤولين على عن كل حاجه في البيت وكده فاحنا المسؤولين مسؤوليه كامله فلا مفيش حد قال لنا ما تعملش كده. كابتن ندى عبد الرب وحكم ساحه مصريه انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا شرفتيني ونورتيني يا رب تكونوا استمتعتوا معايا. استمتعنا اكيد بحضرتك والله مبسوطين جدا. كابتن مي حسن حكم مساعد انا بشكرك شكرا جزيلا شرفتيني ونورتيني. ميرسي ربنا شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم هذه الحلقه الممتعه جدا مع نماذج مشرفه في الرياضه المصريه في كره القدم المصريه من الطاقم التحكيم النسائي اللي بقى فيه دعم كبير جدا ليه في الفترات الاخيره من جانب لجنه الحكام والاتحاد المصري لكره القدم عشان كده اتشرفت جدا بتواجدهم معايا النهارده. بعد الفاصل هيكون معايا اثنين نماذج ايضا مشرفه جدا في العمل الاعلامي اثنين اصدقاء اعزاء عندهم قصص عظيمه جدا في كواليس عظيمه جدا في تخطيط بطولات كبيره جدا ابراهيم عمر واحمد كانو هيكونوا معايا بعد الفاصل خليكم معايا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى شرفني وينورني في هذه الفقره اتنين من اللي معاهم بقى ايه كواليس الكواليس بطولات عديده حوارات كثيره مع نجوم الكره المصريه وغير الكره المصريه اسماء محترمه جدا يعرفوهم كل اللي في الوسط الرياضي قد ايه هم مميزين وقد ايه هم ناس مجتهده جدا وشاطره في شغلهم هم نجوم في شغلانتهم كمراسلين رياضيين اكيد حضراتكم لما هتشوفوهم دلوقتي اكيد عارفينهم كويس جدا ابراهيم عمر واحمد كانوا ابراهيم مشرف ومنور يا كيمو انا مبسوط جدا ان انا معاك والله ومع كانوا انت اللي مشرف ومنور يا رب تكون حلقه كويسه حبيبي ايضا احمد كانوا زي ما قلت لحضراتكم احمد عامل ايه حبيبي يا كيمو اخبارك ايه كله تمام مشرف ومنور حبيبي يا كريم ربنا يخليك في الاول كده على طول كانوا ده نيك نيم بسبب يعني نوانكو كانوا لاعب نيجيري عشان انا كنت طويل ورفيع كده زي وانا صغير وكان ستايل عامل زي في الكوره فكان وصمه شبه كده وشبه انت بتلعب كوره اصلا بتلعب يعني كنت تلعب كوره كنت بلعب كوره بجد مش هزار كنت بلعب كوره كنت لعيب من على الهوا صح طب انت كنت بتلعب في مركز ايه بتلعب فين كنت بلعب مهاجم فين بقى لعبت شويه في المقاولين العرب بعد كده في الناشئين الزمالك وانا صغير برضو بعد كده رحت بقى شرقية الدخان لعبت شويه ايه اللي خلاك تبطل مش عارف الحقيقه بس يعني ما كنتش موفق قوي في الكوره يعني ايه مستواك ممكن مستواك انا عارف الحاجات دي مش هينفع تطلع على هوا بس احنا يعني اصحاب يعني فنقدر نقولها عادي قدام الناس ممكن يكون مستواك كان عشان نكذب يعني فمش هقول حاجات الكليشيهات كنتش موفق والحاجات دي ايوه وكان عندي اصابه وبتاع بالظبط هو كان فيه الحاجات دي بس مش هقولها والمدرب ظلمني اتحرقت كتير طيب هيما انت منور الدنيا انت اللي منور والله يا كيو انت راجل نجم اون تايم سبورتس ربنا يخليك ما شاء الله شطاره مش طبيعيه ربنا يخليك جاي من كاس العالم للانديه عامل شغل عظيم كل الناس استمتعت بيه وانبسطت بيه هجيلك عليه تمام. بس الاول لازم اعرف انت ليه بدات الشغلانه يعني بدات ليه كمراسل ايه اللي حصل عشان يخليك تاخد القرار انك تبقى مراسل في اعلام رياضي هو البدايه كده انا ما كانش الكلام ده في دماغي خالص خالص يعني بالرغم ان انا يعني بابايا استاذ عمر عبد الخالق الرئيس بتاع شباب الرياضه بس طبعاً. انا ما كانش طيب الذكر ده يعني ما كانش في دماغي خالص والله ان انا اكون موجود او اخش المجال ده انا كنت بلعب كوره بس انا يعني بطلت قبل ما العب يعني كانت الدنيا بالنسبه لي كانت صعبه تقريبا نفس الاسباب بتاعت كانو كده بالظبط اللي هي ايه مستوى قليل لا كنت بقضي فتره الاعداد في الساحل اصلا يعني مش ملتزم يعني انت من اللعيبه اللي مش ملتزمه لا والله خالص لا بس هي بدات لما بدات كنت بدات من يعني بداتها متاخر شويه كنت تخين وبعد كده لما جيت خسيت وظبطت جسمي الكلام ده بقى كان عندك 17 18 سنه فعدت مراحل الناشئين كلها عليك ساعدت كده حاولت كده شويه ولعبت لعبت شويه بعد كده دخلت بدات دخلت في المجال انا كنت موجود في نادي المعادي ولعبت في اسمنت السويس بس ما تأيدتش قعدت معاهم سنتين بس من غير تأييد الفتره كان فيها كابتن محمد عامر كمدير الفني وحتى اول موسم دخلنا فيه رابع الدوري انا فاكر
كان موسم 2005 بعد كده 2006 من بعدها بقى 2007 دخلت بقى الميديا كان دخلني المجال والبدايه كانت هنا على فكره البدايه كانت هنا في ماسبيرو كانت في ماسبيرو مع كابتن طاهر ابو زيد الله كان برنامج هنا في القناه الثانيه وبدات بقى يعني التريننج لغايه 2011 اول ماتش رسمي ليا 2011 كان انا فاكر كان ماتش الزمالك وانبي نهائي كاس مصر انبي كسب يوميا 2-1 فده كان اول ما بحبش انا اعدي اول دي يعني دايما اول دي بتبقى اصعب كل حاجه كانت اصعب كل حاجه يا كريم لانها انا عمري ما عملت تست كاميرا اصلا يعني قبل ما اشتغل يعني واخد انت المايك ونازل بالكاميرا والله العظيم والله العظيم كان اول مره في حياتي امسك مايك واطلع ستاند واعمل مداخله التليفون كان يوم الماتش ده بس الناس كتيره ما تعرفش قد ايه صعوبه الكاميرا ولما تبقى اول مره يعني اول مره لحد دلوقتي احنا بنواجه صعوبات قدام الكاميرا دي حاجه نفسيه بالتأكيد. دايما بتبقى صعوبه لكن اول مره قدام كاميرا دي بتبقى في منتهى الصعوبه لا انا فاكر اول يوم ده اول مره حتى كنا بنعمل لقاءات مع الجمهور قبل الماتش هناك في استاد القاهره حوالين استاد القاهره يعني في محيط استاد القاهره كده قبل الماتش واللقاءات دي كانت بتذاع لا لما مسكت المايك ايدي كانت عماله تعمل كده يعني انا مش عارف امسك المايك من كتر الخوف لا ما انت اول مره وطالع هوا يعني انت مش ان حد مش مسجل وهيشيله ورايا لا لا ما فيش الكلام ده انت اول مره وطالع داخل بيتك على طول بالظبط على طول كده طالع هوا الحمد لله عدت يعني ما يعني بقيت اعمل ايدي كده امسك والله امسك الايد اثباتي بقى اثباتي كده لغايه ما نشوف الدنيا فيها ايه بس الحمد لله يعني الدنيا وعملت عظمه بعد كده الحمد لله يعني ربك كرم يعني الحمد لله يعني برضو الواحد حب للكوره وعلى طول موضوع لعب الكوره واللي هو موجود في المجال علاقتك باللعيبه وعلاقتك بالنجوم والحاجات دي كلها افتح فيديوهات بتساعد الاقي فيها ابراهيم عمر تعد المليون وانت طالع تعد المليون وانت طالع تعال نروح لكانو بقى عشان عارف ان كانو اكيد هيبقى عنده قصه كوميديه يعني هو مش زينا كلنا كده نبدا هو مش طبيعي حياه سلميه هو بدا لك في الاول قال لك انا شبه كانو اصلا منين شبه كانو بتاع نيجيريا في شبه هو بيتكلم على المستوى على مستوى في الكوره يعني احنا كنا نفس الليفل بس هو ربنا كرم واحترف وانا ربنا كرمني وبعتك حظه كان حلو كانو كان بدأت ازاي؟ ايه الفكرة؟ والله كريم كورة فجأة بقيت مراسل كورة شاطر جدا ومكسر الدنيا والله كريم بص يعني موضوع دخول الميديا ده انا بالنسبة لي كان صدفة يعني انا كنت بعيد خالص عن الموضوع ده كنت مهتم قوي وانا صغير بقى بموضوع الموديلنج والاعلانات والحاجات دي ما انت عارف بقى احنا شباب صغيرين بيبقى الواحد حاسس ان هو ايه يعني ممكن يجي منه في بالظبط بحس ان كان فنان فالمهم في مره كنت شغال في مكان كده والمكان ده يعني بتاع حد صاحب والدي يعني وهو يعرف ناس يعني ليهم علاقات في الميديا وحاجات كده بس انا كنت شغال في المكان ده بتمرمط يعني انت مش فاهم بقى كنت بعمل ايه يعني شغل بعيد عن الميديا لا تماما انا كنت بعمل كل حاجه بعيد عن الميديا حاجه ينفع تتقال يعني كنت بنظف وبعمل وبكنس وحاجات كده ويعني يعني بهدله يعني والله بس يعني كان شغل كنت مبسوط بيه جدا يعني عظيم. لحد اما هو جه في مره قال لي ان هو يعرف حد يعني يعني مش عارف ممكن اقول اسم المؤسسه ولا لا ART يعني فقال لي احنا انا اعرف حد هناك ما استناش الاجابه مني ما يعني حسيت لا 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 هو قال على طول حسيت معادي يعني ينفع اقول على الواتساب بدون ذكر اسماء يعني اتفضل فالمهم اتقابلت مع حد من المؤسسه واتكلم معايا وقال لي انت يعني ليه ما بتشتغلش في الكوره بتاعنا بقى من زمان يا كريم انا كنت مجنون جدا بالكوره يعني انا لو جيت لحد دلوقتي في البيت عندي هتلاقي مجلات 442 ماتش وفرانس فوتبول وارسنال ومان يونايتد الحاجات دي كانت بتتباع في سور الاسبكيه دي كنت طبعا بتنزل لنا احنا بعدها بشهرين ثلاثه بس انا كنت رايح اشتريها يعني عايز اجيب صور هنري وصور نوانكو كانو وبيركامب ومش عارف ايه والحاجات دي المهم قلت له انا بحب الكوره جدا وهو كان يتكلم معايا في الكوره فقال لي انت بتشتغل في الكوره ليه؟ قلت له والله انا نفسي جدا فقال لي طب ما تيجي تعمل تيست كاميرا في المكان ده رحت كان في ناس كتيره جدا وانا كنت اصغر واحد تقريبا موجود فعملت تيست كاميرا فقال لي انت يعني انت معانا ان شاء الله بس انا كنت عيل صغير بقى ما فهمتش هو قال لك ليه اصلا معانا فقال لي لا انت كويس وشاطر ومش عارف ايه وبتاع بس انا طبعا عشان يعني فكره ان انا اشتغل دي كانت محتاجه ان انا اكون مخلص دراسه وان انا اكون مخلص ورق بقى كتير قوي وبتاع وكان الموضوع ده مش متاح لان انا كنت لسه صغير جدا فبالتالي بداوا يودوني ان انا اروح اشتغل في مكان ليه علاقه بالكوره برضو بس مش يعني مش اون كادر يعني او يعني مش اون كاميرا يعني هيخلوني اشتغل في مكان ويب سايت وهعمل فيديوز صغيره كده وابتدي اكتب مقالات واخبار وبتاع بقيت اشتغل في المكان ده وبعد كده بقى خرجت ان انا طبعا يعني الدايره خلاص انت دخلت في السيركل بتاعت الناس بقى اللي هتعرفك بالمسؤولين في الحاجات دي فالناس بدات تعرفني فحد كلمني في القاهره والناس رحت اشتغلت في قناه القاهره والناس بعد كده بقى لفيت بقى لفه كبيره جدا بقى في شويه قنوات كده
لحد بقى ما ربنا كرم ويعني الواحد اتعرف الى حد ما يعني. تعرف جامد يعني. الحمد لله. تكسير في يعني. كنت حاضر معاه فترة القاهرة والناس دي يعني على طول. كنت انا ساعتها في صدر بلد وهو كان في القاهرة والناس كنا على طول في الملعب. بنبدل انا وكريم على طول. كنا على طول مكان هو يمشي منه. كنا على طول في الملعب. لا انا ما اشتغلتش في القاهرة والناس. انا الفترة دي. انا بس انا رحت صدر. انت لما رحت صدر انا كنت رحت الحياة. اشتغل معاه. اشتغل معاه. نفسي اشتغل معاه. لا يعني. والله العظيم نفسي اشتغل معاه. طيب ابراهيم انت راجع من كاس عالم الاندية. النادي الاهلي تغطيه ملهاش حل الحمد لله. كنت كل مباراه اشوف مثلا بتاع 20 لقاء يعني انا افهم ان الراجل لما بيخطف لقاء ولا لقاءين يا دي الهنا ويا دي السعاده الاقي فيه 20 لقاء مثلا في رقم يعني في رقم ضخم. احنا في شغلتنا ديت عشان حضراتكم تبقوا عارفين مثلا يبقى معانا مراسل شاطر يروح يعمل 3 4 لقاءات حلوين كده يبقى تمام كده اتعشت وتمام. هو الراجل كان بيعمل بالجمله يعني. ايه الكواليس انت بتعمل ايه ازاي يعني قدرت تعمل كل الشطاره والنجاح ده البطوله دي والبطولات اللي قبلها بس خلينا في البطوله الاخيره. لا هي دي احلى بطوله يعني دي انا رحت كاس العالم في كنت موجود معانا كريم في روسيا وكانت كاس الامم هنا يعني دول المفروض اللي هم اهم بطولتين يعني في حياه الواحد يعني كاس عالم روسيا وكانت بطوله كاس الامم. كنت مع منتخب مصر كنت مع المنتخب في البطولتين طبعا. كنت مع المنتخب في البطولتين بس انت الظروف ما خدمتش خالص. هقول لك على حاجه يعني ما كنت قلقان من السفريه لان انت بتتكلم بقى في شغل وبتتكلم في حاجات الاهلي رايح البطوله يعني الناس بتقول لي يا رب لو الاهلي عمل نتيجه كويسه اول ماتش يتغلب واحد فرقه كامله مش صح. موجوده فرقه بتغييراتها انت بتتكلم صح. في 14 لعيب يعني فرقه ثانيه انت بتلعب مع فرقه مش قليله وفرقه كبيره فرقه كبيره كمان وكسبك مرتين في البطوله كسبك مره 5-1 وتقريبا مره 4-2 او 3-1 كده حاجه زي كده يعني فانت بتتكلم في اجواء صعبه جدا والله. وانا في الطياره قلت لا اكيد ربنا هيكرم قلت اصلا مش كل حاجه مهمه اطلعها او كل حاجه جامده اطلعها الظروف مش هتخدمني انت بصص لا يعني انا فاهم طبعا نفسك الاهلي يكسب ونفسك الاهلي يشتغل كل حاجه بالتأكيد. بس انت بصص لنفسك اللي هو ايه انا عايز شغل بقى عايز اعمل ما انت شغل. عايز شغل انت طبعًا. ما فيش حاجه هتخدمك غير الفرقه اللي انت رايح بتغطيها تكسب. من بلدك اهلي زمالك اسماعيلي اي فرقه منتخب مصر تكسب طبعا تكسب عشان انت تعمل لقاءات صح. فالماتش الاولاني الحمد لله يعني ربنا يعني الحمد لله الاهلي كسب وربنا كرم فانت كده انت قاعد لغايه اخر البطوله فانت اشتغل بقى ووري نفسك للناس بقى ووري شغلك وكمان انت الانظار كلها كانت في الكاميرون الناس كلها هناك الـ 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 الشعب المصري كله كل العرب هناك كله بص على الكاميرون مش بص عندك خالص فاللي انت لازم تعمل شغلك وهو ربنا كرم يعني ربنا هي طب ايه من الحاجات اللي ايه الناس ما تشوفها يعني ما شفتهاش على الهوا طبيعي في اللقاءات وشفتها انت بره الهوا يعني انت في بعينك كمراسل بتبقى شايف احداث وكواليس كثيره جدا طبعًا. ايه من الاحداث والكواليس اللي في البطوله دي الناس يمكن ما شفتهاش بعينيها بس ممكن نسمعها دلوقتي تبقى احداث ايجابيه ومحترمه. اول حاجه يعني اول حاجه اللي انت بتتكلم فيها كريم اللي هو اللقاءات اللي الواحد عملها يعني الميكسد زون كنت بدخل الميكسد زون بعد الماتش ما يخلص بحوالي نص ساعه يعني اللعيبه كلها مشيت اللعيبه كلها طلعت يعني انت بتدخل بعديها بنص ساعه هناك رولز ونظام وكلام من ده بتقف بالتيكت بتاعتك بتقف ويتنج فتخش بعديها بنص ساعه انت ما حدش بيشوف الكلام ده دي يعني دي نقطه. الحاجات الثانيه يعني مثلا في ماتش بالميراس البرازيلي محمد الشناوي كان لسه جاي بقاله يوم الحارس بتاع بالميراس لمح محمد الشناوي كان واقف معايا واقف بيتكلم معايا فالحارس شافه جه هو بيتكلم برتغالي ما بيتكلمش انجلش والشناوي بيكلمه بالانجليزي لا ده فاهم ده ولا ده فاهم ده المهم اللي هو كانوا بيتكلموا بيطمن على الشناوي بالاشاره بيطمن على رجله بيقول له رجلك عامله ايه وبيتكلم معاه لعيبه بالميراس ومونتيري بعد الماتش هما بيبدلوا التيشيرتات مع لعيبه الاهلي وبيسلموا مع بعض الكلام ده كله انت واقف وكل ده قدامك الله والله هما داخلين و عندك اللقطات اللي حصلت في الماتش يعني حتى ده انا قلت لقطه ايمن اشرف مع محمد محمود وهو بيديله الميداليه اللعيبه كانت واقفه بره اللعيبه كلها كانت واقفه بره الملعب واللي هو اللعيبه اللي كانت بره القايمه كان الشناوي ومحمد محمود وبيرسيتاو وحسام حسن ومعاهم الاداريين راحوا جابوهم لعيبه الاهلي جم جابوهم وايمن اشرف ادى الميداليه لمحمد محمود ودخلوا يتصاروا معاهم الحاجات دي بتبقى حلوه الحاجات دي بتبين لك الروح وبتبين لك الشكل. لعيبه الاهلي اول ما جت الاوتيل لما قالوا اول ما دخلوا قالوا لهم هنلعب بكره يعني لعيبه الاهلي جايين الساعه 10:30 وانت الماتش بكره الساعه 6
اول ما دخلوا كده الاوتيل للجهاز الفني واللعيبه كلهم بيستقبلوهم تحت من المدخل، قالوا لهم احنا هنلعب بكره. هم بقى قعدوا وشافوا مين اللي هيبدا وشافوا مين اللي هيلعب. بتبقى انت بتتكلم في نقط كتير جدا. يعني عندك كانتي هو بيسال على ديانج فين. كانتي بيسال على ديانج فين عشان يروح يتصور معاه. الله. في الماتش في الـ في الـ في الـ في التسليم. لا كانت البطولة كانت حلوة والأجواء بتاعتها كانت حلوة قوي، والظروف اللي بتخدم. أنت بتتكلم على المراسل شاطر أو مش شاطر، لو الظروف خدمته طبعا أنت بتعمل اللي عليك. لكن الفرقة اللي أنت رايح، أنا مثلا أنا طالع مع المنتخب بتتكلم في كأس العالم، لو كان فاضل دقيقتين ويخلص ماتش أوروجواي تعادل 0-0 قبل ما يدخل فينا الجون في آخر دقيقة، أنت كنت هتعمل لقاءات للتاريخ. لأن أنت أول مشاركة للمنتخب من 28 سنة تلعب اول ماتش قدام اوروجواي، فرقه مرعبه طبعا. بمعنى الكلمه. محمد صلاح مش موجود وبتتعادل. لا بس انت ظروف ما خدمتكش. انت انا عيطت يا كريم بعد الجون بتاع اوروجواي ده. والله العظيم انا عيطت. الجون دخل فيا. والله العظيم بس انت اصل هو عيطت. هو بيعيط دبل. احنا عيطنا هنا عشان المنتخب وعشان شغله. هو عشان شغله. لا انا كمان انا الحته بتاعت المنتخب دي سواء اي فرقه بشجعها، لا انا عندي المنتخب ده حاجه تانية خالص. طبعا انا اقول لكم على حاجه. والله بعد ماتش الجزائر بتاع السودان انا قعدت 6 شهور ما بتفرج على كوره. 6 شهور والله 6 شهور ما بتفرج على كوره. يعني كسبنا كاس الامم بعديها بشهرين. والله ما سقفت على جون. اللي كان نفسي المنتخب ده يروح كاس العالم. فانا بالنسبه لي المنتخب، لا المنتخب حاجه تانية خالص. حلوه الكواليس دي قوي. حلوه ابراهيم. بالمناسبه يعني من الناس الشاطره جدا جدا. والله مش بقول كده عشان احنا اصحاب يعني، بس انا بقول لك ان كل واحد في المراسلين دايما هتلاقي كل واحد عنده ميزه. ابراهيم في ميزه حلوه قوي. ابراهيم بيحب الشغل جدا، دؤوب جدا. يعني ممكن تلاقيه بدا يزنق نفسه كده في حاجه في الماتش، تلاقيه دخل نفسه كده في حاجه عشان يطلع منها حاجه معينه. ابراهيم شاطر جدا. مش هو بس الحقيقه، يعني كل المراسلين بامانه. يعني الواحد بيشتغل مع ناس كتيره جدا. انا بشوف ان كل واحد عنده ميزه. انت قلت نقطه مهمه جدا يا كريم. في جيل حالي دلوقتي كده من المراسلين، والناس ملاحظه ده. هو مش بس جيل بيحب بعضه، لا هو جيل كمان مؤهل. يعني اهم نقطه اللي انت قلتها اول واحده دي، ان هو بيحب بعضه. دي حاجه مهمه قوي يا كريم. يعني انتوا مش بتشتغلوا في قناه واحده. لا بس انا عارف ان انتوا اصدقاء جدا. مش قوي. ممكن يبقى في يعني تمام. احنا على الهواء اصحاب طبعا. يعني سيبنا نكمل. لازم كل حاجه تبوظها. اتفضل يعني. طب على الاقل نقول اتفضل. العلاقه بينكم عظيمه جدا. الجيل كله العلاقه بينه عظيمه. وانا انا كمان بضيف عليه انه مؤهل. كلمه مؤهل دي انه ازاي يعرف يعني ميكس زون، يعرف ازاي يقف في اماكن يعمل منها لقاءات، يعرف لما كانوا يخش يعمل لقاء مع حد ابراهيم يستناه لحد ما يخلص لقائه. في تفاصيل كده بقت واضحه للناس بشكل كبير جدا. طيب كان انا عايز اخدك في زاويه اخرى، مش زاويه بطولات. يلا. بس زاويه كواليس لقاءات. ايه اللقاء اللي انت عملته ما تنساهوش؟ يعني تقول ده مثلا اللقاء اللي انا حاطه في السي في وبقول ده اهم لقاء بالنسبه لي. بص هو انا الحقيقه في لقاءين مهمين جدا. يعني دول اكتر لقاءين انا فاكرهم كويس قوي. رينارد واحد منهم؟ لا طبعا. طيب ماشي. رينارد لا مش رينارد. لا كان يعني اهم حاجه كانت بالنسبه لي ان انا كان اول شغل ليا في مكان. يعني كنت رحت قناه كده مع الكابتن احمد شوبير. يعني طبعا بحب اشكره جدا طبعًا. لانه يعني اتاح لي فرصه كبيره جدا ان انا يعني ابقى في المكان ده. فاول لقاء ليا يا كريم، انت متخيل ان كنت بغطي مباراه بين اصدقاء روبرتو كارلوس واصدقاء حازم امام. فاصدقاء حازم امام مين بقى؟ عمرو زكي، احمد حسن طبعا مع حفظ الالقاب لكل الكباتن، عبد الستار صبري، عصام الحضري، وحازم امام، اساطير الكره المصريه. بالظبط. اصدقاء روبرتو كارلوس ميشيل سالجادو، ديكو، روبرت بريز، و فيتور بايا بتاع الساحل ده صح؟ انا بص ربنا كرمني اليوم ده ان انا عملت لقاءات مع كل الناس. فانت متخيل ان اول لقاء ليك، اول شغل ليك، انا فاكر كويس جدا ان انا اتذاع تقرير 16 دقيقه. لان انا اتكلمت مع ديكو في كل حاجه. روبرت بريز بقى ايه لقيته بيتكلم معايا، فكلمته على النني. انت كنت واحد من اساطير ارسنال، ايه رايك في النني؟ وهل النني فعلا الناس مقتنعه بيه جدا؟ قال لي اه طبعا احنا شايفينه لعيب كبير. فيتور بايا مثلا واحد حارس مرمى منتخب البرتغال وبورتو البرتغالي، فسالته على كريستيانو رونالدو، علاقتك ايه بكريستيانو رونالدو؟ ايه اللي بيميزه؟ ليه هو بقى رقم واحد في العالم؟ حاجات بقى من الشكل ده. روبرتو كارلوس، سالجادو. حتى سالجادو اتكلمت معاه مثلا على يعني موضوع ان هو متجوز بنت فلورنتينو بيريز،
فكنت بكلمه هل انت كنت بتتعرض لمضايقات مثلا بسبب ان انت باك رايت ريال مدريد، الناس بتقول عليك ان انت بتلعب في ريال مدريد بسبب ان انت يعني حماك يعتبر رئيس نادي ريال مدريد، فدي كانت حاجه الكلام قول بالواسطه دي حاجه مهمه جدا يعني. فده كان بالنسبه لي كان حاجه نورت معايا قوي، لان كان اول شغل ليك في مكان انت عارف ده لما بتروح تحط بصمه كريم في مكان انت لسه رايحه طبعًا. الموضوع بيفرق معاك قوي. طب دي الحاجه الاولانيه، بس انت تقول لي الحاجه الثانيه، انت قلت لي في لقاء ثاني بس انا عجبني من اللي انت قلته حاجه مهمه جدا برضو ليها جزء في كثير من المراسلين الان. فكره ان المراسل اللي رايح يذاكر، اللي هو رايح مذاكر، مش المراسل اللي رايح يمسك مايك وكاميرا ويروح يسال الراجل انت شعورك ايه بعد ما كسبنا. عندنا احنا الحاجات دي دلوقتي، لا، المراسل عنده ثقافه، يقدر يسال في امور فنيه، يقدر يسال في امور معلوماتيه زي اللي انت سالت فيها، فدي برضو نقطه ايجابيه جدا بصراحه طبعًا. في كثير من المراسلين حاليا طبعا، ودي حاجه برضو يا كريم انا عايز اكمل على كلامك. فعلا زي ما انت قلت احنا في جيل دلوقتي موجود من المراسلين يعني بلس ان هم بيحبوا بعض، هم كمان كلهم شاطرين جدا بصراحه يعني دي حاجه ما اقدرش انكرها، لان فعلا الناس بقت بتتفرج على الماتش. انا بشوف دلوقتي المراسل اللي قاعد بيتفرج على المباراه يا كريم هو شايف كويس جدا الفرقه اللي قدامه دي بتلعب ازاي. أيوة. فبينزل يقول لك انت النهارده لما سي مثلا بيتسو موسيماني حركك من مركز الوينج باك دخلك نص الملعب انت بقيت مش كويس قوي، فبيتكلم معاك في حاجات المدرب تلاقي لعبت النهارده 4 2 3 1 ما لعبتش 4 3 3 بيتكلم معاك بقى في حاجات فنيه ما كانتش بتحصل زمان. انت زمان كانت الناس بتخش تقول لك مثلا تقول ايه بعد الفوز ورايك ايه في المباراه. وبرضه عايز اقول لك على حاجه، زي ما احنا بنشكر المراسلين انا برضه بشكر الناس اللي بتدي المراسلين الفرصه ان هم يعملوا كده، لان برضه الناس اللي في الاستوديو يا كريم يعني انا حاسس ان في حب متبادل. عزيز. خلاص الناس عارفه قيمه الراجل اللي في الملعب وانا كمان عارف قيمه الراجل اللي في الاستوديو، فاحنا بنحاول يعني نكمل بعض عشان نطلع شغل كويس. برافو عليك. اللقاء الثاني، اللقاء الثاني اللي كان مهم قوي برضه بالنسبه لي، هو ما كانش يعني هو بقى مكرر بعد كده لان انا عملته اكتر من مره مع جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. انفانتينو كان لسه متولي قياده الفيفا وكان بتتعمل هنا في سهل حشيش حفل افضل لاعب افريقي اللي فاز بيها ساديو ماني، فانا كنت موجود وطلع لنا حد من اللجنه المنظمه قال يا جماعه انفانتينو هيقف معاكم كلكم هناخد لقاء مجمع. فوقفنا كلنا فعلا خدنا اللقاء المجمع، بس هو الراجل طلع قال كلمتين يعني هو قال كلام كليشيه قوي اللي احنا حطينا المايك قال انا مبسوط في مصر ومش عارف ايه والحاجات دي وبتاع. بس بعد ما خلصت حسيت ان انا عايز اساله، فقلت طب ما اجرب اساله كده خلاص بقى كل الناس نزلت المايكات واحنا مش، فسالته قلت له طب انا ممكن اتكلم معاك اسالك سؤال واحد؟ قال لي اتفضل. طبعا سالته 44 سؤال يعني الخدعه بتاعتنا جميعا. بس هي هم 30 ثانيه بس 30 ثانيه دول هم 30 سنه 30 سنه تقعد 3 ايام بس. هو كمان انا يعني برده دخلت له من حته عجبته يعني احنا كنا بنتكلم قلت له طب انت النهارده بتشوف مصر عامله ازاي وشفت التنظيم والاداء بتاعك كنت متوقع يبقى كده؟ قال لي لا بصراحه منبهر. قلت له طب ايه رايك ان موضوع البالون دور ده يتعمل في مصر او ان مثلا نغير فكره؟ ان قال لي دي فكره جامده جدا يلا نعمل كده ومش عارف ايه. قلت له طب انت لو هتعمل فتحت بقى معاه مواضيع كتير جدا، فقعد بقى يكلمني عن حياته الشخصيه وعجبه الموضوع جدا. انبسطنا بعض عملت معاه لقاء لدرجه ان احنا بقى عارفني يعني بقى هو موجود في مصر مثلا اخر مره دي اما قابلته قال لي هاي مش عارف. وكان فاكرني انا كنت انا يعني اتنقلت من القناه دي للقناه الثانيه فهو قال لي لا اخبارك ايه وقعدنا بقى نهزر وبتاع. فدول الحاجتين اللي معلمين معايا جدا، لان يعني انفراد بانفانتينو يمكن الناس كلها في مصر يعني كل زملائي يسجلوا معايا، بس الانفراد بيه في الوقت ده ان هو لسه متولي الفيفا، وكمان اللقاءات اللي مع اللعيبه اللي احنا بنتكلم ان انا الناس دي كانت صورتهم عندي في الاوضه بقى روبرتو كارلوس وسالجادو، فجاه لقيت نفسك بتتصور معاهم وبتتكلم معاهم في اول انطلاقه ليك بالظبط. حاجه صعبه جدا. فدول اهم حاجتين. طيب لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا جدا مع احمد كانو وابراهيم عمر بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، ابراهيم عمر واحمد كانوا مراسلان رياضيان من الناس المميزه جدا في سوق الاعلام الرياضي، دايما عندهم لقاءات وعندهم كواليس رائعه جدا، بتشرف جدا بتواجدهم معايا النهارده، لسه هذا الحوار مستمر معاهم. ابراهيم طبعا شغل في الممتاز مع الاهلي والزمالك، تسافر الاهلي مع في كاس العالم للانديه في الامارات، تسافر مع منتخب مصر في روسيا، الشغل ده اي شغل بيبقى صعب واي شغل بيحتاج مجهود كبير جدا، بس اكيد لما بتنزل بقى الدرجه الثانيه تعمل شغل في الدرجه الثانيه الامور ممكن ما تبقاش اسهل، ممكن تبقى اصعب من انك تعرف تطلع بلقاء كويس في ظروف ممكن يبقى فيها مش نفس الامكانيات في الدوري الممتاز مثلا. أكيد. ايه الكواليس اللي عندك في الدرجه الثانيه تحديدا؟ بص انا اشتغلت درجه ثانيه في خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، لكن انا بحب جدا لما بنزل الماتشات بتاع الدرجه الثانيه دي، لان انت بتحس كده انت
اللعيبه والناس اللي موجوده ما فيش عليهم سبوت، يعني تقريبا في ناس كتير جدا ما حدش يعرفهم. فاما بنزل ببقى عايز اسجل، اقسم بالله ببقى عايز اسجل مع اللعيبه كلها بس عشان الناس، عشان الماتشات دي تتذاع. فيها كواليس كتير جدا يعني. انا فاكر مره واحنا بنلعب في نادي المعادي، في واحد عدى بجاموسه والماتش شغال. لا بجد والله العظيم، واحد عدى في الملعب كده. ومره كان واحد لعيب معانا كان بيرمي، لو انت بتلعب وانا بلعب كان بيرمي اوت. لا ما دي حاجه من الحاجات ولسه موجوده لغايه دلوقتي، بيرمي الاوت راح واخد الكره، كان قاعد في الشباك وراه في الملعب، البيت اهو والملعب اهو، بيعمل الاوت راح واخد الكره منه في الشباك ودخل جوه. والله العظيم. لا لكن في الماتشات بيبقى فيه وبتطلع كمان بلقاءات كويسه يعني. انا كمان في لقاء اللقاء مع كابتن رضا عبد العالي يعني. كمان اللقاء ده كنت اوت اوف كادر، واللقاء ده يعني كان لقاء يعني عليه كابتن رضا زعل وكان عليه مشكله وسابني ومشي. بس الحدوته اللي انا ما غلطتش، انا بساله الفرقه طنطا بيلعب بيها ومعاه قوام الدوري اللي كان يعني معاه 70% او 80% من اللي كان بيلعب بيهم في الدوري الممتاز، وخسروا الماتش كانوا بيلعبوا النجوم وبقول اخير. وكمان طنطا نزل درجه ثالثه بعديها يعني، نزل هبط يعني. فبعد الماتش بقول له كابتن رضا دلوقتي الخساره جديده والوضع ايه، فتعصب وتنرفز حدوته. انا ما بحبش اللقاءات اللي من النوعيه دي، انا ما بحبش اللقاءات اللي بتعمل مشاكل. انت واخد بالك او حد يتضايق ما بتتعمدش تعمل مشكله او تستفز ضيف. لا 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 خالص خالص خالص. انا ما بحب يعني نوعيه اللقاءات دي، انا عن نفسي انا ما بحبهاش. لا 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 خالص. بس بتبقى بقى اللقاءات دي حلوه قوي لما بتبقى حاضر ايه يعني، كانوا حضر ماتشات درجه ثانيه اكتر مني، حضر كواليس اكتر مني. اغلب اغلب الحاجات اللي انا حضرتها في الدرجه الثانيه اللي هو فرحه صعود، مثلا فرقتين بيلعبوا بعض خلاص يعني. انا حضرت ماتشات صعود كتير، حضرت ماتش صعود للجونه، ماتش الصعود حضرته، حضرت ماتش صعود بتاع البنك الاهلي. كان في ايه تاني؟ كان في تقريبا انا حضرت من سنتين، كان ال كانت فرقه ايه؟ كان في فرقتين، بص كان في فرقتين انا عايز افتكر بس الفرقتين كانوا ايه؟ هوصل معاك لدي. اللي هيكسب هيصعد 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 دوري ممتاز. والفرقه اللي قدامه كانت شبين، الفرقه شبين لو سيراميكا كليوباترا وشبين. لا 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 اللي هيكسب هيصعد، وشبين لو خسر ينزل. شبين وسيراميكا شبين. لا لا ما كانش سيراميكا، ما كانش سيراميكا، لا شبين كسب. انا معاك. الترسانه وشبين، الترسانه وشبين، شفت بقى انا الترسانه وشبين بالظبط. كان في استاد العباسيه. سهل خد بالك. لا لا يا كيمو انت جامد. انا معايا جامد بس شويه. انا معايا ده جامد شويه. لا كانت الترسانه وشبين، الترسانه لو كسب يصعد، شبين لو خسر ينزل درجه ثالثه. شبين يوميها كسب 2-1. فانت بتتكلم في ماتش من اول ما الحكم صفر بدا الماتش لغايه ما نهى، نار نار بمعنى كلمه نار. طيب نفس القصه كواليسك انت، عشان عارف ان انت عندك شويه حاجات لطيفه في الكواليس في الدرجه الثانيه. بص يا كريم، طبعا المحل معلش بس طبعا محتاج يعني محتاج اقول لك انه في حاجه يعني، قول اللي ينفع يتقال. لا طبعًا انا بقى منك اقول اللي ينفع يتقال. ارجوك بص يا كريم، هو الدرجه الثانيه يعني يمكن انا ممكن اكون اشتغلت اكتر من ابراهيم شويه في الدرجه الثانيه، بحكم يعني ان المكان اللي كنت شغال فيه كان اوريدي بيذيع الدرجه الثانيه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ده بجد والله مش هزار، اللي ما اشتغلش درجه ثانيه فايته كتير جدا يعني. ممكن يكون مش قصدي ان دي خبراته، لا بس فايتك كتير جدا، لان فعلا متعه مش طبيعيه. انت بتروح يا كريم تحضر مباراه مثلا ديكيرنس والمنصوره، والاثنين المركز ال11 وال9 في الدوري، مباراه ضرب نار، وديكيرنس والمنصوره فرق بينهم شارع. يعني فرق بينهم حرفيا شارع، والاثنين من نفس البلد، ماتش مش ممكن. ماتش مثلا المحله ده حقيقي بقى. لا 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 بقول لك يعني. احنا كمان انا بكلمك في الفتره اللي افتقد فيها الدوري المصري الجماهير، الحماس بقى بتاع ان انت تخش تلاقي فيه جمهور كتير مادي للسد ما بقاش موجود. انت بتروح مثلا ماتش البلديه والمحله انت مش فاهم حاجه. انت مش متخيل. انا عايز اقول لك، انا في مره الاستاد مقفول والله بجد. في مره كنت داخل الملعب، فانا ايه يعني بحكم ان انا رحت كتير الملعب المحله، فالناس عارفاني، حتى يعني الناس اللي بتامن الملعب عارفيني، هم بيتغيروش بتاع. فالناس اتفضل يا كابتن بتاع. فطبعا انا مبسوط جدا، مشهور بقى هناك قوي، عادل امام هناك انت مش متخيل. فداخل فمره فواحد وقفني، بس واحد ما شاء الله يعني كان جسمه كبير كده، قال لي انت بتشجع المحله ولا الغزل؟ فانا بقى يعني فاهم، انا عمال ابص عليه عايز اشوف اي لوجو لاي حاجه. شو اللي هو مفيش يعني شو لوجو المحله؟ بتشجع المحله طبعا. انا اصلا ما بشجعش ولا المحله ولا الغزل، ده جاي اغطي الماتش. لا وانت هتقول المحله بقى تيجي في البلديه تيجي في غزل. انا ايوه بتشجع البلديه ولا الغزل؟ فانا مش عارف اقول ايه. فقلت له بص انا ما يعني ما بشجعش. فقلت له انت بتستهبل؟ انت مش بتشتغل في الرياضه؟
قلت له طب انا اسف انت بتشجع ايه؟ قال لي انا بشجع الغزل. قلت له انا كمان بشجع. قال لي ثلاثه بشجع البلديه. قلت له طب انا اعمل ايه؟ بجد والله. فطلع بيهزر معايا الحمد لله. بس واحد يعني كنت مرعوب جدا. ماتشات مثلا يا كريم يعني انا حضرت مره ماتش لسيرس الليان وكان يعني هم دايما البلاد اللي ليها جمهور يعني مثلا ايه الناس بتشجع المدينه بجد يعني تلاقي جمهور سيرس الليان بيشجع سيرس الليان تلاقي جمهور المحله بيشجع المحله بجد الجمهور الاولمبي بيشجع يعني الناس بتشجع المدينه قوي ففي مره انا كنت في مباراه لسيرس الليان وده كان اول حاجه انزلها في الدرجه الثانيه كان بقالي كتير قوي ما بنزلش الدرجه الثانيه فالمهم نزلت ففي هم البيوت قريبه جدا من الملعب حتى انت لو رحت الملعب هتشوف يعني في بيت بيتبني لسه في سقف تقريبا كده يعني اخر دور مش معمول ما تعملوش صوره ولا حاجه في حد قاعد على اخر دور حاطط كرسي وكوبايه شاي بقى وترابيزه وعمال يتكلم بس هو بيتكلم صوته عالي جدا يعني جدا لدرجه ان الناس سامعاه في الملعب وهو بيكلم الحكم فالحكم يبص له ايه هتطردني ولا ايه انا هموت بقى طبعا وقاعد على سطح البيت صوته عالي جدا يعني التعليمات بتاعته صوته اعلى من المدرب اللي هو بيتكلم إيه؟ بجد فالماتش اللي بعديه هم راحوا لعبوا طبعا بره ملعبهم الماتش اللي بعديه هيلعبوا على ملعب انا عايز اشوف الراجل جدا الراجل بقى انت مش فاهم عامل حاله من البهجه مش طبيعيه وبيشجع بقى وبتاع فانا قلت يعني طلبت من الناس في القناه ان يا جماعه بعد اذنكم طلعوني الماتش اللي جاي نزل فهم دخلت في الملعب كريم ببص بعيني طبعا عايز اطمن على الراجل لقيت قاعد فوق فعلا معاه اتنين ظباط وحاطين ترابيزه وبيشربوا شاي مع بعض عشان ما حدش يتكلم يعني اللي هو خلاص بقى انت تعبت الراجل هو مأمن الدنيا تعبت الحكم بقى فما تعبناش تاني فالدرجه الثانيه كريم فيها حاجات قصص حلوه قصص جميله جدا وبعدين اللي ابراهيم اتكلم عليه فكره فرحه الصعود والمعاناه بقى والخوف من الهبوط انت بجد يا كريم بتشوف ناس لا بتشجع انتماء مش طبيعي الناس بتاخد الموضوع يعني موضوع عصبيه وقبليه واللي هو لا انا دي بلدي فبيبقى الموضوع اقوى كمان من انك تشجع اهلي وزمالك بس يا كريم كمان في نقطه انت بتبقى مسافر في الماتشات دي بتبقى مسافر 11 ساعه رايح بالعربيه و11 ساعه جاي انت ما بتبقاش طايق نفسك ولا طايق الدنيا ولا طايق اي حاجه تخش الملعب الماتش يخلص بتشوف فرحه الناس دي انت بتنسى كل حاجه بتسجل معاهم ترجع الله. يعني ماتش صعود الجونه ده كان في اسنا اسنا دي على باب الملعب يافطة 80 كيلو اسوان يعني اليوم ده 36 ساعه في الشارع نازل من البيت رايح اسنا خلص الماتش ركبنا العربيه وراجعين من اسنا على البيت بس انت الفكره كلها ان انت في يعني انت الماتش خلص وفرحه بقى الناس وفرحه اللعيبه وفرحه الجمهور اللي معاهم والتعب بقى وكمان بيصعب عليك قوي كمان في الدرجه الثانيه دي بالذات لما فرقه تصعد اول ما تصعد دوري ممتاز بيمشوا 80% من اللعيبه تقريبا 80% او 70 80% من اللعيبه ففرحه اللعيبه دي انت بتبقى قاعد شايف فرحه اللعيبه اللي هي صعدت وطلعوا دوري ممتاز وانت عارف ان هم وانت عارف ان هم ماشيين اصلا كمان شهر صح هينزلوا تاني درجه ثانيه انت عارف ان هم ماشيين كمان شهر فهي لا بتبقى يعني بتبقى في حاجات كده لا بعض الشيء يعني عشان برضو انا كفرقه طالعه الممتاز عايز انافس بلعيبه او مجموعه لعيبه تقدر تنافس على الممتاز هو من حقه كنادي يفكر كده اكيد بس بتبقى ظلمه ليهم اكيد نفسيا بكل تاكيد ابراهيم عمر انت شرفتني ونورتني والله العظيم ده حوار ممتع جدا انا استمتعت جدا بتواجدك وانا استمتعت والله بوجودي معاك ووجودي مع كانو ان شاء الله تتكرر ان شاء الله كانو انت بص انت لعبت كوره وعملت حاجه في النص كده شغلانه تانية مع مش فاهمها تمام واشتغلت ممثل وانا اعتقد ان انت لازم تشتغل ممثل كمان يعني الدم الخفيف ده عنده افيهات حاضره طول الوقت لا لا ده الافيه بتاعه صاحي يا صاحي حلو الافيه صاحي دي على طول حاضر شرفت النهارده يا كانو حقيقي انبسطت جدا بتواجدك معايا انا مبسوط والله بجد ان انا كنت معاك النهارده مبسوط طبعا ان انا كنت معاك المنديل ده حلو بجد والله لا والله ماشي لا 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 حاجه كانوا ياما لبسوا لا 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 الصرف بس حاجات مش هينفع نقولها على الهواء اقول ما ماشي بدون ذكر اسماء وانت ابراهيم برضو اللي بتستفزني يا اخي برضو نورتك يا حبيبك يا نورتك هيما حبيبك يا دي كان نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا واشوفكم يا رب على خير